خلصنا احنا الجزء الاولاني بتاع الـ different lesions retina how to examine the retina والـ vascular diseases of the retina. الجزء الباقي هنتكلم على الـ retinopathies وعلى الـ retinal detachment. الموضوعين دول مهمين جدا وهديكوا حتة كده على الـ optic nerve neuritis و optic atrophy slides عشان تبقى سهلة. يعني ايه retinopathy؟ كلمة retinopathy يعني ايه؟ امتى نقول retinopathy وامتى نقول retinitis يعني؟ retinopathy يعني bilateral affection of the retina by a systemic disease. لازم يكون في systemic disease عامل باثولوجي في الريتن في العينتين لانه سيستميك ولازم يتميز بترياد اوف 3 ليجنز مايكروفاسكولار ابنورماليتيز هيموريدجز اند اكتس. لازم عشان نقول عليها ريتينوباثي لازم يكون فيها الثلاث حاجات فاسكولار تشينجز هيموريدجز اند اكتس. بالعقل كده هو الفيسلز لما يحصل لها تغيرات وتبدا تطلع حاجات من جواها ممكن الحاجات دي تكون على هيئه اكزيت وممكن تكون على هيئه بلاد وبالتالي عندنا 3 تايبس اوف ليجنز ممكن نلاقيهم موجودين. طبعا الهايبرتنسيف بيشنت العادي اللي معهوش ريتينوباثي اللي مجرد عنده هايبرتنشن بس على المدى البعيد الشخص اللي عنده benign hypertension essential hypertension بيبقى عنده شوية changes في الريتنا بتاعته الارتريز atherosclerotic وليها irregular caliber the wall of the arteries is thicker the vascular reflex is thicker. كل دي حاجات بنلاقيها في الريتنا بتاعت الناس دول من غير ما يبقى عندهم retinopathy. لكن لو لقينا بالإضافة للمايكروفاسكولار تشينجز دي لقينا اكزيتس اند هيموريدجز ساعتها هنتكلم على ريتينوباثي. وطبعا انتوا عرفتوا ايه الاي في فاس كروسنج تشينجز والكلام ده كله عرفناه اتكلمنا فيه. لكن لما نلاقي واحد عنده فاسكولار تشينجز بالإضافة الى ليجنز بقى ما كانتش موجودة ايه الحاجات البيضة دي؟ ده ايه ده؟ ايه الحته البيضاء دي؟ الايدج بتاعتها فلافي كده مش كده؟ الايدج بتاعتها مش محدده وكمان اوفر رايدنج الفيسلز يعني الفيسلز ماشيه من تحتها. دي كوتون وول سبوتس اللي هي سوفت ايدجز ودي قلنا عباره عن مايكرو انفاركشنز نيرف فايبر لاير مايكرو انفاركشنز. ايه رايكم في الهيموريدج دي؟ دي مثلا شكلها ايه؟ دي مش دوسن بلوت دي مطوله كده مش كده؟ ايه اللي خلاها تبقى مطوله كده؟ انها موجوده في النيرف فايبر لاير عشان كده محطوطه في وسط الاسلاك دي عشان كده ممطوطه كده فبنسميها فليم شيب هيموريدج. الترياد بتاع هايبرتنسيف فاسكولار تشينجز مع سوفت اكزيتس مع فليم شيب هيموريدج دي الاليمنتس بتاعت الهايبرتنسيف ريتينوباثي. عندنا نوعين من الهايبرتنشن بيأثر بطريقتين يا اما اكيوتلي يا اما كرونيكلي. مين الناس اللي بيجي لهم اكيوت هايبرتنشن؟ توكسيميا اوف بريجننسي رينال هايبرتنشن الحاجات السادن الاكيوت دول ما يلحقش يحصل لهم فاسكولار تشينجز وكلام من ده لكن دايما يبقى عندهم ارتيريولال ناروينج إيديما في الريتنا كلها لما بتيجي حوالين الديسك بتعمل لنا بابليديما ممكن تعمل لنا من كتر الإيديما في الريتنا حاجة اسمها اكسيوداتيف ريتنال ديتاتشمنت تراكم الفلويدز تحت الريتنا ممكن يرفعها من مكانها ويخليها كأنها ديتاتشد بس من غير تير ولا حاجة بنسميها اكسيوداتيف ريتنال ديتاتشمنت. الناس دول اللي عندهم توكسيميا أو بريجننسي وعندهم
hypertensive retinopathy بالطريقة البشعة دي is an indication for termination of pregnancy. لأن blood pressure مش بينزل إلا بانتهاء البريجنسي. وإحنا نواب كنا بنروح مستشفى الشاطبي لو لقينا الشينجز دي في الفندس يترمينيت البريجنسي حتى لو الطفل هيموت. إنما الناس اللي عندهم chronic hypertension هم دول بقى اللي عندهم AV crossing changes وعندهم copper wiring وsilver wiring والكلام ده كله. ايه المانجمنت اوف هايبرتنسيف ريتينوباثي؟ يعني هل دول نعمل لهم ليزر مثلا للريتنا؟ خالص، مجرد تنزيل البلاد بريشر بس. السوفت اكسس هتابزورب لوحدها والهيمورج هتابزورب والدنيا هتمشي. مش عارف انتوا خدتوا الريتينوباثي دي في المحاضره ولا لا، اللي هي ريتينوباثي اوف بريماتيوريتي، حد قال لكم عليها؟ بسرعة كده. طب الخلاصة بتاعتها يعني، وطبعا دي حاجة مهمة بالنسبة لدكتور أطفال، يعني دكتور أطفال عنده طفل نيونيت بريترم، يعني مش مكملش البريجنسي بتاعته وتولد بدري وتحط في حضانة وخد بيور أكسجين، ده عنده هاي لايبيليتي انه يجيله ريتينوباثي أوف بريماتيوريتي. والأطفال دول كلهم برضو كنا بنروح للنشاط بيه في الأطفال نشوف الستات الحوامل ونشوف بالمرة الولاد البري تيرم ونشرب عصير قصب ونرجع تاني المستشفى. يعني كان تبقى رحله لطيفه يعني. العيال دول عن مشكلتهم الصوره اللي فوق على الشمال في ريدج كده شايفين انتم خط ابيض كده اللي وراه ريتنا فيها فيسلز وقدامه ريتنا ايفاسكولار والريدج ده بنسميه ديماركيشن لاين. الحته الاسكيميك دي ما دي اسكيميك ما فيهاش فيسلز بتبروديوس فازوفورماتيف فاكتور كالعاده والفازوفورماتيف فاكتور يستيميليت الريتنا اللي هي فيها فيسلز عشان تكون نيو فيسلز والنيو فيسلز تعدي الديماركيشن لاين وتعمل لنا فايبروزس والفايبروزس يعمل لنا في النهايه تراكشنال ريتينال ديتاتشمنت. فلو اكتشفناها يعني كل اللي تعرفوه بس انها ريليتد للبري تيرم واللي بياخدوا في حضانات بيور اكسجين وان احنا وي شود مونيتور ذيس كيس. لو لقينا اكتشفنا حاله الجزء الاسكيميك ده وي شود ديسترويد يا اما بفوتو كايوليشن يا اما بكرايو يا اما وات ايفر. ولو حصل تراكشنال ريتن اتاتشمنت زي ما قلت في الاول نعمل له ايه علاجه؟ فيتريكتومي. فيتريكتومي يعني خلاص بس ما تعرفوش حاجه عنها اكتر من كده. خدتوا سيكل سيل ريتينوباثي؟ هو طبعا باي فار ترتيبهم في الاهميه دايابيتك هايبرتنسيف وبعدين بقى البريماتيوريتي والسيكل كويس؟ اصل احنا دايما الهدف بتاعنا ان احنا بنطلع دكاتره مش كلهم هيبقوا اوفثالمولوجيست فاحنا عايزين الحاجات دي تعلق في دماغكم. الدكتور باطنه بيعالج سيكل سيل انيميا يبقى في دماغه ان ممكن العين يكون فيها حاجه فمن هنا اهميه الموضوع ده. لكن ما بنقولكش عليكها ولا شخصها ولا حاجه انت بس ايه يبقى في دماغك ان في علاقه بين ده وده. سيكل سيل ريتينوباثي نفس الحكايه بيبقى فيها نيو فيسلز شبه السي فان شبه الكوره اللي بتاعت البحر الاحمر والنيو فيسلز دي برضو بتعمل لنا تراكشنال ريتينال اتاتشمنت فبنعمل لها برضو ليزر ولو حصل تراكشنال ريتينال اتاتشمنت بنعمل له فيتريكتومي بس ما تعرفوش عنها اكتر من كده. باي فار اهم ريتينوباثي هي الدايابيتيك ريتينوباثي ودي من الاسئله المقدسه وما فيهاش هزار. يعني اي دكتور في الدنيا لازم يكون عارف ان الدايابيتس بيأفكت العين. دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. والمصيبه ان الافكت ده بيبقى ساعات irreversible فعشان كده انك تتابعه وتلحقه في الاول حاجه ولو سبته واهملته قصه ثانيه خالص. الناس عندها انطباع كاذب بانها لو كانوا جود شوجر كنترولر هيبقوا اميون اجينست الدايابيتيك ريتينوباثي which is wrong. يعني ياما ناس شفناهم جود كنترولرز وبيرفكت بيشنتس ويحصل لهم مشاكل وناس تانيين مبهدلين الدنيا وخربينها بقلاوه وبسبوسه وما يحصلهمش حاجه خالص. وكمان في اعتقادات غريبه جدا في موضوع الدايابيتس ده. يعني الناس تقول له مثلا انت البلاد شوجر بتاعك كام؟ يقول لك كويس. منين عرفت منين انه كويس؟ انا ماشي كويس يعني بنظم البتاع. طيب انت حللت سكر؟ لا.
بس انا حاسس اني كويس، انا صدقني يعني انا كويس. في مره عيان راح الحج وبعدين وقف عند الكعبه كده، وعيان كان بيجي لي في العياده، وقال يا رب يعني اخلص النيه جدا ان ربنا يشفيه من السكر. وقف قدام الكعبه وقال يا رب اشفيني بقى من السكر ده، انا تعبت منه مش عارف ايه. فجاله احساس ان هو فعلا ربنا استجاب له وخف من السكر، لدرجه انه راح اكل كيلو بقلاوه جاله ديابيت الكوما ومات وهو نايم. يعني اقتناع عميق جدا ان هو ربنا استجاب له وخف، وبدون حتى ما يحلل ولا يعالج خالص، وقف العلاج، قال انا ربنا شفاني خلاص، واكل زي ما عايز وبتاع، جاله كوما. وابنه بقى اللي جه قال لي ان هو اتوفى وشفاه. ف يعني في اعتقادات غريبه، غير بقى طبعا الاعشاب بقى والعلاج بالتامل، يبقى ركز كده في البحر يوم السكر يخف، كلام وهم كتير. انا قريت كتاب عن واحده عاملاه امريكانيه عن علاج الايرورز اوف ريفراكشن بالميديتيشن، بالتامل، انها لو عندها استجماتيزم تقعد كده تبص للبحر وقت مش عارف من الساعه كام للساعه كام، كام ساعه في اليوم لمده شهر، والاستجماتيزم بيخف. فطبعا دي عايزه واحد بيقرا مش فاهم يعني ايه استجماتيزم عشان صدقها، نصابين يعني، نصابين علن يعني. والمصيبه ان الناس بتعمل كده وبالايحاء، which is a very powerful tool، بتحس ان فعلا الاستجماتيزم اتحسن. يعني طب انت عرفت منين ان انت عندك استجماتيزم او ما عندكش؟ يعني العيان وانا بعمل له كشف نظاره يقول لي اه كده كويس بس عندي شويه استجماتيزم. اقول له يعني ايه انت حاسس بايه بالظبط؟ يعني يعني ايه استجماتيزم؟ يقول لي يعني الخطوط متقاطعه كده مع بعضها. اه ايه مفهومك للاستجماتيزم؟ مش فاهم، بس هو لمس في الكلمه دي، وكلمه انجليزي وقدام اهله ان هو يعني فاهم حالته ايه وكلام من ده. وبتبقى محرج بقى ان انت تحطمه قدام الاسره في كميه جهل غير عاديه في الطب عامه. انا قلت لكم طبعا على اللي تشرب ميه ولا لا؟ قلتها لكم، قلتها لكم طبعا، اللي هي بتقول للدكتور انا بشرب ميه كتير وتقوم نازله، فقال عشان وانت واقفه لا تقعد، يعني وهي بتشرب تبقى قاعده عشان الميه تقعد في جسمها وتقعد. المين بروبلم في الدايابيتكس ان الكابيلاريز بتاعتهم، السيلز البيريسايتس اللي هي سبورتنج سيلز بتاعت الكابيلاريز، بيحصل لها ديث والبوبيليشن بتاعها بيقل، بيحصل لهم ثيكنينج في الوول اوف الكابيلاريز. طبعا ثيكنينج في الوول يعني على حساب ايه؟ اللومن. فيحصل اسكيميا، بس جنراليزد اسكيميا في الكابيلاريز والميديم سايزد ارتريولز بتاعت الريتنا، وبالتالي التيشوز ما بيوصلهاش بلاد كافي. هي دي اسس البلاوي كلها في واحد دايبيتيك. طبعا اول محاوله لتعويض الحكايه دي ان الكابيلاري قال يعني بقى ايه هيكبر بقى ويعوض النقص ده، يقوم يعمل لنا ايه؟ مايكرو انوريزم. طبعا مايكرو انوريزم مش عامل مشكله، لا هو بينزف ولا هو بيعمل رشح ولا حاجه، مش للدرجه، لكن اوت باوتشنج ده يدل على ان في حاجه بتحصل، في كابيلاريز تشينجز بتحصل. اللي انتم شايفينه على اليمين ده سلايدز من هيستولوجي بتاع ريتنا، فيها ديفرنت جريدز اوف كابيلاري دروب اوتس، يعني كابيلاريز ميته. ملاحظين ان فوق كابيلاريز ميته حاجه بسيطه، في النص اكتر، تحت في حتت كبيره من الريتنا ما فيهاش كابيلاريز خالص. ده البروجريس بتاع واحد عنده دايابيتيك ريتينوباثي، ان يحصل له ماركت اسكيميا زي ما انتم شايفين. طبعا احنا مش محتاجين نعمل هيستولوجي، احنا بنعمل فلوريسين انجيوغرافي هيبين لنا نفس القصه دي. عشان نقول انها ريتينوباثي لازم الترياد اللي اتفقنا عليه، سيستميك ديزيز بيأفكت بوث ريتينز مظبوط، ولازم عنده ترياد فاسكولار ابنورماليتيز اللي هي زي المايكرو انيوريزم اللي احنا قلنا عليه، نمره 2 هيموريدجز تبقى دوت اند بلوت هيموريدجز، ساعات فليم شيبت في مرحله من المراحل لما يكون في اسكيميا، و اكزيتس. والاكزيتس بتاعت الدايابيتكس تبقى بقى هنا ايه؟ هارد اكزيتس، اللي هي عباره عن بلازما بروتينز وليبيدز مترسبه في التيشوز. وعرفتوا انتوا ان بعد كده بيحصل من كتر الفازو فورماتيف فاكتور اللي اتكون، يحصل انيشيشن اوف نيو فيسلز، والنيو فيسلز دي بتسيب الريتنا وتدخل على الفيتريس، فبتشد على الريتنا لانها فيها فايبرس اليمنت بتعملها اتراكشن للريتنا اتاتشمنت، والفاسكولار اليمنت اللي فيها بينزف فبيعمل لنا فيتريس هيموريدج. دي النهايه السيئه جدا
لواحد عنده دايابيتيك ريتينوباثي. ودايما لما نقول العيان انت محتاج متابعه، دكتور الباطنه الشاطر بقى بيقول للعيان بتاعه، يقول له انت لازم تروح تكشف فحص قاعين كل سنه او كل 6 شهور. العيانين دايابيتكس كلهم بيخافوا يسمعوا باد نيوز، ودي قافت بلدنا. يعني يقول لك لا دكاتره ايه يا عم انا ما اروحش احسن، يقول لي كان انا مثلا ميكانيكي وهقول له ايه لا ده الدبرياج بايظ والاسطوانه وعايز تغير وكان كده. فيقول لك ايه اكفي على الخبر مجهور. في مدرسه كانت تقول لك ايه افتح الصندوق ولا اقفل الصندوق. يعني حتى في دكاتره زمايلنا يجيله مرض معين يقول لك اكفي على الخبر مجهور، مانيش عامل ولا ام ار اي ولا تحاليل ولا حاجه خالص، سيبني كده دكاتره. which is wrong، يعني معناها ان انت يعني مش همك، يعني لو في حاجه فعلا هتبقى مصيبه. فالديابيتك اللي عنده احتمال ان يجيله ديابيتك ريتينوباثي، وده ستاتستيكالي بيبدا بعد 10 سنين من الديابيتك ستيت. يعني الانسيدنس بتاع الديابيتك ريتينوباثي بيبدا يعلى بعد 10 سنين. يعني المساله كلها مساله ديوريشن. مره جالي دكتور باطنه هو ومراته في العياده، راح اشتكاني في نقابه الاطباء عشان دخلنا في حوار حوالين النقطه دي. هو بيقول لي ان مراته لا يمكن يجي لها دايابيتيك ريتينوباثي لان هو منظم لها السكر تمام التمام. وانا قلت له معلش حتى لو سكرها مظبوط جدا جدا بعد 10 سنين من السكر ممكن يحصل لها دايابيتيك ريتينوباثي. قال لي لا مش ممكن. قلت له الحقيقه ممكن حضرتك، يعني قعدت احط حضرتك وسيادتك وبتاع في وسط الكلام عشان ازوق الكلام عشان ايه ما احرجهوش قدام مراته، لكن خدته بجلاله ان انا بخالفه في راي علمي. وراح ايه اشتكاني في النقابه، اتصلوا بيه قالوا لي الراجل ده بيشتكي كل الدكاتره ما تقلقش وكده. يعني رايه نافس، هو ما لا يقبل الراي الاخر يعني. فطالما انت يعني بتتكلم راي انت حر مادام بادب وذوق ما فيش مشكله يعني، بس هي دي الحقيقه. الحقيقه ان هي ما هياش اميون اجينست ان هي جالها دايابيتيك ريتينوباثي حتى لو اكسلنت كنترولر اوف هير بلاد شوجر. وطبعا انا بقول كده من دافع ان انا خايف عليها، لان الراجل هيوديها في داهيه مش كده؟ هيوديها في داهيه. لو جالنا عيان دايابيتك، طبعا الروتين ان احنا زي ما الروتين في امريكا مثلا ان اي عيان فوق ال 40 انيولي لازم يقيس الانتراكولر بريشر مش جلوكوماتس ولا حاجه. تو بيك اب ذيس كيسز، يعني بيعملوا فلتريشن عشان يعملوا ماس اكزامينيشن كده يلقطوا الناس اللي عندهم احتمال ان يكون ضغطهم عالي. فاي عيان اسكرين اي عيان دايابيتك لازم يتشاف، لازم لو ما عندوش اي حاجه في الريتنا اتليست كل سنه. ودكاتره الباطنه المفروض فاهمين الكلام ده. افرض بقى ان انا لقيت عنده بدايات تشينجز، يعني طبعا ايه لما نلاقي حاجه زي كده برضو العلاج ولا حاجه، بنقول له جاست فول اب، انت عندك بدايات شويه اكزودتس هيموريجز بسيطه مايكرو انيوريزمز فولو اب كل 3 شهور. وتحسبا بقى ان لو حصل بدايه بروليفريشن او سيفير نون بروليفريتيف ريتينوباثي نعمل له بان ريتينال فوتوكواجيليشن على طول. وقت بقى ما نقول له انت محتاج ليزر يقول لك لا ده الليزر عمى خالتي وطنط سوسو وجارتي. لا ما اعملش ليزر ابدا. طب ايه ظروف طنط سوسو دي؟ ما كانت جايز عملته متاخر. هو طبعا لدرجه ان هم بيدخلوا الليزر ده مع الليزك، يعني تقول العيان ليزك يقول لك لا الا الليزر ده العدو بتاعنا. فالعيانين الدايابيتكس بتوعنا عندنا مشكله كبيره جدا معاهم. لما بنقول لهم نعمل لكم ليزر في الوقت المناسب، احنا الليزر ده هدفه انه يحافظ على الباقي من الريتنا، يقول لك لا. فانت سوسو قالت لا خلاص فما يعملش ليزر، يفضل يتدهور ويجي له نيو فيسلز اكتر، ويجي له هيموريدج، ويجي له دايابيتك فيتريكتومي، دايابيتك فيتريس هيموريدج، ويجي له مشكله كبيره جدا. وبعدين يجي يقول لك انا موافق اعمل لي ليزر. انا بقى ما اقدرش اخصم واقول له لا انت انا مش هعالجك، ما اقدرش اعمل كده لان انا عندي تولز وعنده حاجه ولازم اعملها له. طبعا فرصته قلت، كل الكلام ده ما يسمعهوش. يقول لي اعمل لي ليزر ماشي. اعمل له الليزر ما تحسنش لان انت عندك 90% من الريتنا بتاعته باظت. يقول لك الدكتور ضيع لي عيني. شوف الفخ بقى، واحنا بنروح للفخ ده عادي جدا، بس يعني ايه هو ده السيناريو. هو ما بيتهمش ابدا اهماله والسكر بتاعه في المرض، هو بيتهم الدكتور اللي عمله الليزر.
فعندنا ميستراست جامد جدا بيساعد على كده الاعلام اللي هو بيبين الدكاتره ان هم وحوش والدم نازل كده من على اسنانهم وعمالين ينهشوا في اللحم الحي، واخدين بالكم؟ ففي عدم ثقه في الدكاتره هو جنان. وش الدكاتره طبعا ملائكه كل مهنه فيها كده وكده، لكن الاعلام مشوه الدكاتره المصريين بطريقه عنيفه وحاده جدا جدا يعني. أباستن ده، أباستن ده مادة محترمة جدا، بس لأنه بيبقى انجكتد ممكن ينقل انفكشن، النسبة العادية بتاعت أي انترا اوكيولار انفكشن. قال لك مادة ممنوعة محرمة وزي قنابل النبالم ومش عارف ايه، مفيش حاجة اسمها كده. ففي معاناة جامدة في الموضوع ده. الصورة اللي فوق على الشمال دي لو جات لك في الامتحان الأوسكي، هل هي عين طبيعية؟ يعني ده الفندس الطبيعي ولا في حاجة؟ يعني عايزكم بقى ايه، ما تكدبوش عينيكم. اولا ايه الاصفر ده؟ والنقطة دي؟ والنقطة دي؟ ايه النقط الصفرة ده؟ وايه البلاد ده؟ وده؟ حاجات فسفيس خالص مش كده؟ يعني انت تبص لها كده والشيطان يقول لك طنش يا على الحتة دي، مش كده؟ انت ما شفتش البتاع، مش كده؟ الشيطان بيلعب في دماغك دلوقتي، سيبك من البتاع دي. لا، هي موجوده، ولو عملت فلوريسين انجيوجرافي زي الصوره دي كده هتلاقي نقط منوره كده. اذا الترياد كامل، اذا ده عنده دايابيتيك ريتينوباثي، والستيج بتاعتها نون بروليفريتيف او مايلد تو مودريت نون بروليفريتيف دايابيتيك ريتينوباثي، ما فيهاش اي نيه حاليه للبروليفريشن، فيها بس هارد اكزيتس دوتان بلوت هيموراجز مايكرو انيوريزمز. علاجها ايه؟ nothing just follow up. طبعا النورمال كنترول كويس بتاع البلاد شوجر مظبوط لكل حاجه، ولكن لا يكفي، لازم العيان ده يتفحص كل 3 شهور تحسبا لاي تدهور بقى كده. طب الصورتين اللي تحت دول لا لا، هو بس في كريسنت هنا كده صغير، انما هو كويس، لا مفيش مشكله. دي فيها سيرسنت اجلز كده، وفيها حتت هيموريدج بس بسيطه. دي اكتر، يعني دي مرحله متاخره شويه، هيموريدجز كتير، هارد اجلز، كل دي نون بروليفريتيف دايابيت كتيروبتي. ومش هتلاقوا بقى صورتين زي بعض، يعني مش هتلاقي ابدا صوره زي الصورة دي، كل ريتنا لها شكل. المهم انت شايف ايه؟ شايف حتت صفرة كده وشايف حتت حمراء مدورة، يبقى دي على طول دايابيتيك ريتينوباثي. عينك بقى تدور على نيو فيسلز، تفرق لو في نيو فيسلز حاجة ولو مفيش حاجة تانية. لغاية دلوقتي احنا مش شايفين أي نيو فيسلز خالص. ها لأن السيفير نون بروليفريتيف من علامات انها داخله في بروليفريتيف الاسكيميا. الاسكيميا ليها علامات بقى، ايرما، فينس بيدنج، سوفت ايجز، دي معناها في اسكيميا ماركت. انما في الاول ما بقاش في اسكيميا جامده، جاست ليكج اوف ليبيدز من البلاد فيسلز، فبتعمل لنا هارد ايجز. فالهارد ايجز از نوت ا ساين اوف اسكيميا، ساين اوف اسكيميا ماركت اللي هي السوفت ايجز. لا لا لا، بيبان نقط حمراء صغيرة خالص انت ما تقدرش فيها، بيبان بس بالفلوريسين طبعا. لا برضو دي بيري، حاجة اسمها بيري بابيلاري اتروفي، مجرد ممكن تبقى سينس بيرث، الحتة دي ما فيهاش كرويد كويس. أنا مستغرب قوي إن أنتوا دايما، إحنا ما عندناش مصيادة أو فخ، دايما لما طالب يشوف صورة يقعد يدور على الحاجات الغريبة الانكسبكتد. يعني انتوا سبتوا كل الاكزيتس والهيموريدجز والكلام اللي انا بتكلم فيه، وبعدين تدوروا على ليه الفيسل ده مثلا متني كده. ده حكم في التفكير، طريقة مش ستريت فورورد في التفكير، مش كده؟ ده حاجة نظرية المؤامرة والخباثة، واللي عايز يوقعني في الفخ والكلام ده، مفيش كده خالص خالص، مفيش النية دي. الحاله الصوره اللي بتيجي في الامتحان ستريت فورورد كيس، اي حد يشوفها هيقول على طول ايه هي.
مساله بس ان انت مالك اعصابك وسريع ومش مرعوب على الفاضي بس، انما مفيش فخ في الصور خالص. طيب دي نفس الحاله دي بس دي فلوريسين انجيوغرافي، ودي الكالرد فاندس فوتوغراف بتاعتها. دي برضو مثل على اللي احنا كنا بنتكلم فيه، يعني مثلا هنا انتوا شايفين هيموريدجز باشكال مختلفه وهارد اكزيتس، مفيش نيو فيسلز، مش شايف شبكه كده من الشعيرات اللي شكلها غريب، هوريلكم انها كتير دلوقتي. فاذا انا هقول انها نون بروليفريتيف دايابيتيك ريتينوباثي. لما عملنا لها الفلوريسين ايه الحتت السودا دي؟ حتت مش باين فيها فلوريسنس، يعني الفلوريسنس العام ده متداري. لو قارنتها بقى بالكالر هتلاقي قصاد الحته دي في حته هيموريدج، قصاد الحته دي في حته هيموريدج اهي، هنا برده في نفس الحته. تقعد تبص على دي ودي تقوم تعرف على طول ان الحتت السودا دي ما هياش كابيلاري نون برفيوجن، لا دي بلوكد فلوريسنس بسبب ان في هيموريدج. فدي طبعا مش مزعجه، والهيموريدج المفروض انها بتابزورب مع الوقت. هنا بقى لقينا دايابيتيك ريتينوباثي مكشره عن انيابها بقى، والمدرسه العامه بتقول ان دي اتعمل لها برده بان ريتينال فوتوكوجيليشن، ولو ان في مدرسه ثانيه بتقول لا، بس دي كلوز فولو اب لانها على وشك الدخول في بروليفريشن، عشان كده بنسميها سيفير نون بروليفريتيف دايابيتيك ريتينوباثي، او كنا زمان بنسميها بري بروليفريتيف دايابيتيك ريتينوباثي، يعني على وشك انها تبقى بروليفريتيف. لا لا ده هو اوفر اكسبوز، بس الصوره منوره زياده عن اللزوم، بس ما فيش ليكج. انا اتفقنا عشان نقول ليكج لازم اجيب لك كذا صوره وتلاقي الابيض عمال يزيد في الحجم، وما بقاش يونيفرسال كده، ما بقاش كل الريتنا منوره، لا بيبقى بوتش كده عماله تنور وتزيد. ليه بقى بري بروليفريتيف؟ لانها مش مساله هارد اكزيتس ودوتن بلوت هيموريدجز وخلاص على كده، لا ده في علامات بتقول انها اسكيميك جدا. اولا الكوتون وول سبوتس، انتوا ملاحظين الكوتون وول سبوتس اوفر رايدنج كابيلاريز، فدي في النير فايبر لاير لونها ابيض مش اصفر، طبعا هتكون بالاضافه للهارد اكزيتس اللي موجوده اصلا مش كده؟ ف يعني مثلا الاجلد ده مش هارد، ده سوفت اجلد مغطي الكابيلاري اللي تحته، وكذلك ده الاجز بتاعته ار فلافي، انما ده مثلا هارد اجلد، ده هارد اجلد. في بدا يظهر بالاضافه للدوتن بلوت هيموريدج بدا يظهر فليم شيبت هيموريدج، ده معناها اسكيميا جامده. هنا بقى الصوره دي ملاحظين فيها ايه؟ فينس بيدنج ارما ماركت اسكيميا في الفلوريسين، اهو هنا بقى دي ماركت اسكيميا ونون برفيوجن، دي نفس الحاله دي. هل هنا في هيموريدجز كتير تفسر الحتت السودا دي؟ لا، دي حتت مش وصل لها كابيلاريز، يعني الكابيلاري هنا مقفول مقفول مقفول، كل الحتت دي تبص تلاقي الفوفيا الفاسكولار زون ايريجولار كده، معناها ان في كابيلاري دروب اوتس، ولا تفسر بان في بلوكد فلوريسنس، لا في هارد اكزيتس عليها ولا هيموريدجز تفسر. الماركت اسكيميا از دايجنوزد باي ذا فلوريسين انجيوغرافي وبوجود السوفت اكزيتس ووجود الفليم شيبت هيموريدج والسوسج شيبت فينز والارما، كل ده علامه على انها ناويه تدخل في بروليفريشن. كذلك دي فينس بيدنج سوفت اكزيتس لونها ابيض، ماركت اسكيميا في الفلوريسين انجيوغرافي، الفوفيا الايفاسكولار زون متدمره، الحتت دي كده شكلها مش طبيعي، هوريكم دلوقتي بيبقى شكلها النورمال عامل ازاي، تبقى شكلها غير كده خالص. فدي تستدعي ان احنا نعمل لها بان ريتينال فوتوكواجيليشن ونلحقها. امتى بقى مفيش كلام ولازم تتعمل لها بان ريتينال فوتوكواجيليشن؟ لما نلاقي اولا لازم تقول انها دايابيتك اصلا مش كده؟ فانت لازم تلاقي هارد اكزيتس ودوتن بلوت هيموريدجز، بالاضافه لكده في نيو فيسلز. حد عنده شك ان الشويه دول كده حاجه مش طبيعيه؟ يعني شويه الشعر اللي هنا دول
مش كده؟ كابيلاريز دي شكلها مش طبيعي خالص، مفيش ابدا عند الديسك فروند كده طالعه من الكابيلاريز شكلها غريب. هنا كذلك يبقى دي اسمها ان في دي ودي اسمها ان في اي، مظبوط، لانها بعيده عن الديسك. طيب لو عملنا للحاله دي فلوريسين انجيوغرافي تبص تلاقي في اماكن النيو فيسلز حصل ليكج، ولو خدنا صور متتاليه تبص تلاقي البقعه البيضه دي في الصوره اللي بعدها اكبر اكبر اكبر. هنا بقى شايف انت هارد اكزيتس ودوتال بلوت هيموريدجز، بس عينك مش جايه على نيو فيسلز، بس في ده، ايه الاخ ده؟ ايه ده؟ لونه ايه؟ ده مش فين طبعا، في فين يتضخم كده ويبقى شكله كده؟ ده بلاد. انهي نوع من الهيموريج دي؟ ايه الهيموريج؟ بتقولي هيموريج كتير متحده مع بعضها؟ ايه اللي نظمهم كده وخلاهم يعني يتلموا مع بعض ويعملوا ال لا، ده سب هايلويد هيموريج، ده بوت شيب هيموريج، له اشكال مختلفه هوريكم كام شكل منهم، لكن في النهايه هو عامل زي القارب، له كونفكس سيرفيس من تحت ومن فوق ستريت او كونفكس برضه، ومكانه فين؟ في السب هايلويد سبيس، يعني سب هايلويد او بري ريتينال. كونك تشوف سب هايلويد هيموريدج من غير حتى ما تشوف نيو فيسلز، ده دليل كافي جدا على انها بروليفراتيف دايابيتيك ريتينوباثي، لان بالعقل كده ايه اللي عمل هيموريدج في السبيس اللي بين الريتنا والفيتريس؟ لو كانت الفيسلز دي في الريتنا مش طالعه من الريتنا، كانت عملت بليدنج جوه الريتنا، كانت بقت دوت اند بلوت. كونها عملت البليدنج في السبيس اللي بين الفيتريس والريتنا معناها ان في تحت الهيموريدج نيو فيسلز فور شور، واحنا عرفنا ان من مواصفات النيو فيسلز انها تسيب الريتنا وتدخل على الفيتريس، وهي داخله كده عملت بليدنج الاول في الساب هايلويد سبيس، لو سبناها واهملناها هتدخل على الفيتريس نفسه وتعمل لنا ماسيف ريتنا فيتريس هيموريدج. فانا قصدي ايه؟ لو جالك حاله كده في الامتحان وقال لك دي انهي ستيج ومحتاجه علاج ايه؟ هي اولا دايابيتك لانها فيها هارد اكليتس وفيها دوتن بلوت هيموريدجز. انهي ستيج؟ نون بروليفراتيف ولا بروليفراتيف؟ طبعا بروليفراتيف ما دام فيها ايه؟ سب هايلويد هيموريدج. اهي دي سب هايلويد هيموريدج واضحه خالص اهي. ليها ستريت ابر اند وليها كيرفد كونفكس اتش من تحت. الشكل البوت شيب ده معناها على طول انها سب هايلويد هيموريدج. الصوره اللي تحت دي الفلوريسين بتاعت الصوره اللي فوق. شايفين بقى ايه ده؟ ده اسمه ايه ده؟ ده بلوكد فلوريسنس. الهيموريدج مداريه على الفلوريسنس اللي وراها فعامله نفس الشكل بس ايه؟ سيلويتد. حته سودا كده. لا الهايبرتنسيف على طول فليم شيب. وسوفت اكلز لا لا دايما الهايبرتنسيف ريتينوباثي سوفت اكلز دايما. الهارد اكلز الوحيده اللي في الهايبرتنسيف ريتينوباثي تبقى شكلها ايه وفين؟ اللي هي الماكيولار فان او الماكيولار ستار، دي عباره عن هارد اكلز عامله ستيليت ديستريبيوشن حوالين الماكيولا، دي المكان الوحيد اللي بيبقى فيه هارد اكلز. اهو ده مثل على برضه بروليفراتيف دايابيتيك ريتينوباثي وعامله ليكج. ده بقى داي، لو خدت كذا فيلم تبص تلاقي الحته البيضاء دي عماله تكبر عماله تكبر، معناها انها ليكي فيسلز. برضه يعني الحته دي كده اللي مرسوم عليها دايره شكل غريب، كابيلاريز مش طبيعيه مش كده؟ دي بقى لو عملنا لها فلوريسين انجيوغرافي بتليك داي، ده انديكيشن فور ان ايميديت بان ريتينال فوتوكواجيليشن على طول ما فيهاش هزار. هل دي ينفع نعمل لها انتي في جيف انجكشن؟ الانتي في جيف انجكشنز هنا الرول بتاعها فقط الدايابيتيك ماكيولار قديمه، انما الان في دي والان في اي والكلام ده عايز بان ريتينال فوتوكواجيليشن على طول.
otherwise هيفضل الفايبروفاسكولار فرونت ده يتشد ويعمل لنا تراكشن على الريتنا زي ما انتم شايفين، ويشد الريتنا ويعمل لنا تراكشنال ريتنال تراب. شايفين حاجه فظيعه من النيو فيسلز وبتشد على الريتنا، وساعتها بقى لو واحد عنده تراكشنال ريتنال ديتاتشمنت نعمل له ايه؟ نعمل فيتريكتومي. وبالمره بقى واحنا جوه العين بنعمل حاجه اسمها اندو ليزر، يعني ليزر فوتوكوجيليشن ببروب من جوه. احنا الليزر العادي البي ار بي ده بنعمله ازاي؟ على جهاز العين بيجي يقعد من غير عمليه ولا حاجه، والليزر بيطلع يعدي على العين كلها ويفوكس في الار بي اي يعمل بيرن. ناس كتير بتقول لك طب هو معدي على الكورنيا ما بيحرقهاش ليه؟ هو بيبقى فوكس على بيجمنت التيشو ويبقى تيكن باي ذيس بيجمنت التيشو، فيعدي على الكورنيا ما يعملهاش حاجه ولا يحس بيها، يعدي على اللينز، يعدي على الفيتريس، كل ده سايبه، يجي على الار بي اي في الريتنا ويحرقه. زي برضو الياج ليزر في البوستيريور كبسول اوبسيفيكيشن، الليزر يعدي كده ويبقى عامل القطع في البوستيريور كبسول. ليه؟ لانه فوكست في الحته دي مش قدامها، فما يقطعش حاجه في الكورنيا. لو غيرت الفوكسنج ونشنته على الكورنيا يقطعها، لان الياج ليزر مش بيبقى تيكن باي بيجمنت. انما الارجون ليزر بتاع الفوتوكواجيليشن should be taken by a pigment. الميكانيزم مختلف. الفوتوكواجيليشن the laser should be absorbed by a pigmented tissue عشان يسخن ويعمل حرارة ويحرق. طبعا برضو من كتر الفازوفورماتيف فاكتور ممكن يعمل لنا NVI اللي هي الروبيوزيس ايريديس اللي انتم شايفينها على الايريس دي كلها، ودي هتعمل لنا برضو نيوفاسكولار جلوكوما باي a dual mechanism. في الاول بيبقى open angle، وبعد كده يبقى انجل كلوجر من غير بيوبيلري بلوك، انجل بلوك من غير بيوبيلري بلوك. اهو ده بقى يعني حته البلاد دي ايه رايكم فيها؟ هل دي محترمه سبيس بين الفيتريس والريتنا ولا ديفيوز كده؟ اهي دي فيتريس هيموريدج اللي انت كنت بتسالني عنها. لو لحقتها في المرحله دي العيان ده ممكن على بالليل يبقى الفيتريس بتاعه مليان بلاد. يعني النيو فيسل ده اللي عمال يبليد بيعمل لك شويه بلاد في الفيتريس، لو استمر لغايه تاني يوم هيملى الفيتريس، لدرجه ان احنا لما نلاقي عيان عامل كده بسرعه نجري نلحق الحتت اللي باينه من الريتنا نعمل لها ليزر بسرعه بسرعه بسرعه، لان احنا الحته اللي فيها هيموريج مش طايلينها وخايفين انها بعد يوم او يومين هتزيد. طب لو عندك بقى ماسيف فيتريس هيموريدج، طبعا ده ايه؟ كل ده تراكشنال ريتنال ديتاتشمنت. شايفين فايبرس تيشو عامل ازاي؟ دي فيري ادفانسد كيسز اوف نيجلكتد دايابيتيك ريتينوباثي. السؤال المهم واللي فيه اجابات كتير وفيه سؤال اسي كبير، مانجمنت اوف دايابيتيك فيتريس هيموريدج، مانجمنت اوف دايابيتيك فيتريس هيموريدج. لو جالك سؤال كده هترد تقول ايه؟ طبعا احنا عارفين ان لو هي بري ريتينال هيموريدج حته صغيره كده بنعمل بان ريتينال فوتوكواجيليشن للريتنا والحته الصغيره دي هتابزورب. انما لو عندك فيتريس هيموريدج مالي العين، وده تيبيكالي العين بيقول لك ايه؟ انا عيان دايابيتك عندي بقى لي 20 سنه عندي دايابيتس، وامبارح فجاه لقيت الدنيا اسودت كده، تشوف له الفيجن تلاقي هاند موفمنت، تبص على الريد ريفلكس ابسنت، الفيتريس مليان بلاد. هاو تو مانج؟ ده سؤال كبير وفيه كذا سب ديفيجن. تفتكروا كده عشان قبل ما اقول لكم على طول عايزكم تفكروا شويه. واحد عينه مليانه الفيتريس بلاد بسبب طبعا بروليفريت، ما دام في فيتريس هيموريج يبقى طبعا طبعا دي بروليفريت مش كده؟ ولا ممكن تقول عليها نان اكيد بروليفريت. تفتكروا احنا هنعملها ايه؟ بالفكر كده. فيتريكتومي يعني على طول انت تاني يوم اول ما تشوفه هتقوم مدخله وتعمله فيتريكتومي. انت رجعت في كلامك قلت هنحاول نديله فرصه انه ممكن يابزورب لوحده. طب فور هاو لونج؟ يعني نستنى لمده قد ايه؟ يعني هو قصده زميلكو
نديله ادويه زي الالفا كيموتريبسين الانزيمز اللي هي بتابزورب البليدنج ونديله فرصه يمكن يابزورب وبعد كده لما يابزورب نشوف الريتنا بقى ونعمل لها ليزر. مش قصدك كده ولا مش ناوي تعمله ليزر برضه؟ اعترف ناوي تعمله. طيب هل السياسه دي حكيمه ولا فيها ريسك؟ ايه الريسك يعني؟ ريسك الانتظار. وفي نفس الوقت انا برضو مش وافق ان هو على طول اول ما اشوف حاله زي كده اعمل لها فيتريكتور على طول. يعني ايه اللي بقى ممكن وممكن هنا؟ انا عمال اديكوا هنتس وانتوا باصين في السقف كده، حاجه غريبه يعني. طبعا في الشفوي اه، يعني لما حد يسالك سؤال ما تقولوش ابدا مش عارف او خلاص، انت هتعمل نفسك عارف. اوعى حد يتسال في الشفوي اسالك في ايه؟ ويقول له سالني في كذا. اوعى تقع في الفخ ده. هيقول لك تحب يا دكتور اسالك في ايه؟ انت مذاكر ايه كويس؟ الرد على طول كله بمنتهى الثقه. شوف بقى الاغراء، يقول لك لا بجد قول لي انت ايه يعني ايه اللي يعني مذاكره كويس؟ تقوم انت زي العبيط واقع وتقول له ايه؟ والله السكوينت امبارح ما لحقتش اقرب. خلاص يبقى هو فاهم كده ان انت عشر المنهج مش مذاكره انت. ما تعملش كده ابدا. مهما قال لك تحب اسالك في ايه؟ ما تديلوش عقد نافع ابدا ابدا. والله دي غلطه قاتله. لانك ساعات تقول له ايه؟ والله انا مذاكر الكورنيا والكونجكتيفا كويس. يقوم يسالك فيهم اسئله صعبه. ما تعرفش تجاوب، منظرك عره. او يسالك في اللينز. فانت تحس بالغدر وان ده ناوي يدمرني وازاي ما استجابش لرغباتي الدفينه وانا قايل له كورنيا وكونجكتيفا ازاي ما يسالنيش ويسالني في اللينز. فيبدا يبقى فيه احساس بعدم الامان تجاه الدكتور. كل دي مشاعر سلبيه. انت اول ما يقول لك انت هو مش عارف انت الاول على الدفعه ولا الاخير، هو ما يعرفش. انت بالنسبه له صندوق مقفول بيقول لك تحب اسالك في ايه؟ هتقول له كل حاجه. انت طبعا ابيض من جوه بس ايه؟ بس بمنتهى الثقه. اي حاجه يقول لك طب يعني نقي لي حاجه اسالك فيها كده، اقترح كده، اسال نفسك اي حاجه. لا انا مذاكر كل حاجه، كله زي بعض يعني، مفيش حاجه متك عليها. لا كله مذاكره جامد جدا. هل بقى لو هو سالك في السكوينت وانت ما عرفتش هيقول لك يا كذاب انت كذاب؟ لا مش خالص. انت هتسال سؤال سكوينت مثلا وانت مش كويس فيه، فهتعمل هتبص كده بزاويه سالك وهتقعد تعمل نفسك بتفكر في الاجابه. هو بقى هيزهق يعني بعد دقيقة كده ولا حاجة، هيقول لك هيسألك سؤال تاني ومش هيلومك أبدا إن أنت كذبت عليه. بجد وعد يعني، مش هيلومك، يقول لك أنت كذاب، طب أنا هنقصك عشان أنت كذبت عليا خالص. فأنت لا تدعي النزاهة وإن أنت بتقول يعني خفايا نفسك الدفينة خالص. أنت مذاكر كل حاجة تمام التمام كل حاجة. وبعدين دايما التناحة الكاملة دي مش مطلوبة يعني. أنت حاول كده تخش في الموضوع وهو لما يلاقيك بتحاول هي إيه؟ هيجر رجلك كده يعني هيساعدك، فاهمني؟ كمان لما تخلص الامتحان مره واحده بتقول للدكتور انا قال لها اتفضلي خلاص، سالها قالت له انا لسه ما سالتش. قال لها عايز تسالي؟ قالت له انا ما لحقتش يعني كده. ده معناها ان انت ما عندكش القدره على تقييمي مظبوط. هي البنت شايفه ان هو ما سالهاش. هو الدكتور بقى له 20 30 سنه بيسال اسئله ومتمكن في الحته دي. فقال لها طب اقعدي. الانتر اوكلر بريشر بتاع الاسد كام؟ معرفش. طب الانتر اوكلر بريشر بتاع الانسان لو طلع فوق سطح القمر كام؟ معرفش. قال لها اسالك تاني، قلت له شكرا شكرا. او مثلا تتسال سؤال في الشفوي تقوم قايل للاكزامينر مش فاهم. معناها ان الاكزامينر مش قادر يسالك بدقه وعيب في الاكزامينر نفسه. الحاجات دي بتضايق الاكزامينرز جدا. انت تقول له ايه؟ مش سامع مثلا. تاني لو سمحت كده يعني، انت عايز تفكر في بتاع ده مادة تاني، قول له مش سامع. تاني لو سمحت كده. انما مش فاهم يعني معناها ان انت مش قادر تسالني كلام واضح وانت بتهدى. نفس الجمله بالظبط. فهمتوا؟ بقول لكم والله حاجات مفيده جدا. الحاجات دي بتبقى فيري irritating في الامتحان ولازم تراعيها. الاكزامينر ده بقاله 20 30 سنه بيسال اسئله وعارف كويس قوي هو سالك ايه، وعارف ان انت بتستهبل وعامل نفسك مش سامع ولا مش فاهم، وهو سؤال واضح جدا بس انت مش عارفه، صح؟ صح ولا لا؟ ف
فيعني احنا عندنا خبره في الحاجات دي، ما حدش بيضحك علينا خالص. لو حد جالك سؤال في الاسي، ده سؤال اسي لانه سؤال كبير، دايابيتك فيتريس هيموريدج، اول حاجه تتعمل بي سكان الترا ساوند. ليه؟ في ورا الهيموريدج ده ديتاتشمنت ولا مفيش؟ ده القرار الفيصلي. لو مفيش ديتاتشمنت هنستنى شهرين ثلاثة وندي كونسرفاتيف تريتمنت على امل ان يحصل سبونتينيوس ابسوربشن اوف ذا فيتريس هيموريدج، وبعد كده لو ابزوربت كومبليتلي هنعمل له بي ار بي عادي جدا. طب لو بعد 3 شهور مش ابزوربت هندخل نعمل فيتريكتومي، من هنشيل البلاد ومن هنعمل اندو ليزر زي ما قلت لكم. طب افرض البي سكان الترا ساوند باين تراكشنال ريتينال ديتاتشمنت في ساعتها، كانوت ويت الريتينا لما تبقاش في مكانها، حتى لو انت عملت سيرجري بعد مده طويله ورجعت الريتينا اناتوميكالي مكانها، ات لوست اتس فانكشن، فايت شود بي ريتيرند از سون از بوسيبل. فندخل على طول نعمل فيتريكتومي، منها شلنا البلاد ومنها شلنا الفايبرس تيشو اللي شدد الريتنا، ونرجع الريتنا مكانها ونعمل لها برضو اندو ليزر بالمره. خلاص. طيب سؤال تاني انيل من ده، دايابيتك نيو فاسكولار جلوكوما، انتوا فهمتوا بتاع الدايابيتك فيتريس هيموريدج ولا لا؟ في حد سؤال عنها؟ لو مش ابزوربت هعمل فيتريكتومي، لو استنيت 3 شهور ولسه مش ابزوربت هعمل فيتريكتومي واندو ليزر. لو من اول يوم البي سكان الترا ساوند باين ان في تراكشن الريتنا اتاتشمنت، جو اهيد اعمل فيتريكتومي على طول. النقطه دي فيها كلام يعني، اظن انها لوجيك يعني مش كده؟ انا قلت بعد الفيتريكتومي واحنا جوه بنعمل حاجه اسمها اندو ليزر. ايه؟ انت اصلك رحتي عامله كده وهرشه في دماغك وبصيتي في الورقه وسبتيني انا متعلق كده. عرفتي غلطتك يعني مش كده؟ وندمتي وتوبتي خلاص. واحد عنده بقى نيو فاسكولار جلوكوما، دايابيتك ومهمل جدا وعنده جلوكوما، بريشر عالي، نعمل له ايه؟ اولا نزل البريشر برايورتي، لازم البريشر ينزل بسرعه. نعمل له ايه؟ ننزل البريشر ازاي؟ ميديكالي مش كده؟ نديله ادويه واختار اللي انت عايزه ما عدا بايلوكاربين، لان دي جلوكوما انفرسس، فعلا ممنوع نديله بايلوكاربين، بالعكس هنديله اتروبين. طب لو ما استجابش للميديكال تريتمنت دي، سايكلو ديستراكتيف بروسيجر، سايكلو كرايو او سايكلو فوتوكواجيليشن، مظبوط. لكن العمليه دي مستمره وفي فازو فورماتيف فاكتور جاي لنا من ورا، فلازم نعمل بي ار بي ات ذا سيم تايم، لازم نعمل بي ار بي للريتنا عشان تعمل ريجريشن للروبيوزس ده، او اتليست ما يزيدش. طب افرض معاه بقى حظك النحس معاه فيتريس هيموريدج كمان، ماشي مساله البي سكان ان احنا عشان لو في ديتاتشمنت نعمل فيتريكتومي، لو ما فيش ما نعملش، مش كده؟ طب في طريقه، احنا بقى هنا دلوقتي الحاله اسوء من الحاله اللي من غير جلوكوما، في طريقه ان احنا نعجل بان احنا نعمل ديستراكشن للبريفري اوف ذا ريتنا without waiting for the blood to clear up. كرايو، برافو عليكي. بان ريتينال كرايوثيرابي، اكسترنال كرايوثيرابي، ده يعمل نفس تاثير الليزر بس بدل من جوه لان في هيموريدج، من بره يعمل لنا ديستراكشن للبريفري اوف ذا ريتينا وفي وجود الفيتريس هيموريدج. كمان مره، لو واحد عنده نيو فاسكولار جلوكوما ومفيش فيتريس هيموريدج والفاندس از ويل سين، يبقى ده هننزله البريشر ميديكالي and or surgically لو الميديكال لوحده مش كافي، ونعمل له بان ريتينال فوتوكواجيليشن.
طب لو كان معاه كمان في نفس الوقت فيتريس هيموريج برضه طبعا هنعمل بي سكان، ولو في الترا لو في بالالترا ساوند تراكشنال ريتن اتاتشمنت وراح نعمل فيتريكتومي ايميديتلي واندو ليزر. لو مفيش ممكن نستنى، بس في وجود الجلوكوما انا مستعجل بقى على علاج الاسكيميا، فما عنديش البريفليج ان انا استنى شهرين وثلاثه، فعايز اعمل على طول علاج للريتنا من غير ما استنى لما الفيتريس يكلير اب. ففي بديل ممكن نعمله اللي هو اكسترنال كرايوثيرابي ترانس سكليرالي، يعني نجيب كرايو برو ونعمل ديستراكشن للبريفري اوف ذا ريتنا من خلال السكليرا. ده بيجيب تقريبا نفس نتيجه الليزر، بس طبعا انفلاماتوري ريسبونس عالي شويه، ما بنحبوش الحقيقه لانه عنيف جدا وبيورم العين وبيوجع وحاجه جامده جدا. لا هو انا في الدستراكشن اللي بعمله انا بجيب الليزر او الكرايو على النيو فيسل؟ ابدا، ده انا بتجنبه. انتوا فاكرين الحته دي مهمه قوي، انتوا فاكرين ان البي ار بي بينشن على النيو فيسل ويحرقها؟ ابدا، ده انا بتجنبها لان لو جيت عليها ممكن تبليد. ده النيو فيسلز دي نتيجه اسكيميك فاكتور فازوفورماتيف فاكتور طالع من الاسكيميك ريتنا، فالبي ار بي هدفه تدمير الريتنا اللي في البريفري. اه طبعا، بغض النظر عن فين النيو فيسل، يعني سواء النيو فيسل في البريفري او على الديسك او وات ايفر، انا ماليش دعوه بيه، انا عايز اقطع السايكل. النيو فيسل دي ظهرت نتيجه ان في فازوفورماتيف فاكتور ليبريتد من كل الريتنا الاسكيميك، فانا هدمر جزء منها عشان امنع الفازوفورماتيف فاكتور. انما سؤال وجيه، احنا الحقيقه البان ريتينال فوتوكويليشن داز نوت ايم ات هيتينج ذا نيو فيسلز. النقطه دي واضحه؟ جميل. انا بهاجم السبب اللي طلعه. عارفين بعد ما نعمل بي ار بي بيرجريس نيو فيسلز لوحدها، تبص تلاقيها قلت مع الوقت، بعد 3 4 5 6 شهور تبص تلاقيها عماله ترجع في كلامها وخلاص وخفت. طبعا موضوع النون بروليفراتيف والسيفير نون بروليفراتيف والبروليفراتيف دايابيتيك ريتينوباثي وما بعد كده اللي هو فيتريس هيموريج وتراكشنال ريتينال ديتاتشمنت، كل ده حاجات بتتعامل مع البريفري اوف ذا ريتينا دايابيتيك ريتينوباثي. في انتيتي ثانيه اسمها دايابيتيك ماكيولوباثي which might or might not go hand in hand مع ريتينوباثي، فعشان كده دايابيتيك ماكيولوباثي is a special entity، ولو ده موجود مع ده يبقى ده عايز علاج وده عايز علاج. والدايابيتيك ماكيولوباثي موجود عندكم في الكتاب، تحطوها في المحاضره مش كده؟ يا اما تكون اكسيوداتيف يعني دايابيتيك ماكيولار اديما، يا اما اسكيميك، والاسكيميك دي اسوأ حاجه في الدنيا، اللي هي بيبقى معاها اسكيميا وملهاش حل. انت لو عملت للاسكيميك ماكيولوباثي اي ليزر فانت كده بتزود الاسكيميا بتاعت الماكيولا، فنو تريتمنت. اسكيميك دايابيتيك ماكيولوباثي نو تريتمنت، فيري فراستريتنج. الدايابيتيك ماكيولر الدايابيتيك اسكيميك ماكيولوباثي نو تريتمنت باد بروجنوزيس. انما الاكسيوداتيف ماكيولوباثي اللي هي بتعمل لنا ليكج على هيئه ماكيولر اديما، بتعمل لنا ثيكنينج اوف ذا ماكيولا as proved by the slit lamp examination and OCT، دي بقى بنعمل لها حاليا injections anti VEGF injections، وكنا زمان بنعمل لها localized laser treatment في الماكيولا، بس طبعا انت في منطقه حساسه ف we avoid the avascular zone the foveal avascular zone، ما بنجيش ناحيتها، بنعمل grid treatment حواليها بلو انرجي ليزر عشان ما نحرقش البابيلو ماكيولار باندل والكلام ده، والاثنين لهم افكت وساعات نعمل الاثنين، بس الحقيقه 90% دلوقتي بنعمل انتي فيجيف انجكشنز اند ذاتس ات. اهي دي النورمال فوفيال ايفاسكولار زون، شايفين شكلها جميل ازاي؟ حاجه رائعه. الكابيلاريز بتبرانش وتنتهي عند تقريبا 500 مايكرون في الحته دي،
up to 1000 micron, normal foveal vascular zone, very regular distribution of capillaries حواليها normal. شايفين بقى الشويه اللي فوق دول very irregular foveal vascular zones. فدي ischemic maculopathies, no treatment. انما لما يكون عندنا macular edema, macular edema لوحدها زي دول كده, دي بقى بنعمل لها injections. زي ما قلت لكم في الاول بيبقى الاول الليزر تريتمنت, وانا اثناء السيشن عامله كده بنقسم الريتنا ثلاث ثلاث او اربع اربع, ونعمل سيشن كل اسبوع, نعمل سيكتور مره وسيكتور تاني مره تانيه, نعمل الليزر شوتس كده, وبعد فتره بتغمق وتبقى اسمها ليزر سكارز او بوست ليزر سكارز. وده تاثيرها, يعني الصورتين اللي على الشمال دول بتوع عيان عنده نيو فيسل زي ما انتم شايفين, بعد فتره من الليزر بيختفوا, بيحصل لهم ريجريشن, زي ريجريس. فالاونلي بروفد تريتمنت فور نيو فيسلز اوف بان اوف بروليفيريتيف دايابيتيك ريتينوباثي, الاونلي افكتيف تريتمنت up to this moment في العالم كله هو البان ريتينال فوتوكواجليشن, اللي هو العيانين فاكرين ان هو في بدايل, طب اعمل لي حاجه ثانيه, طب اعمل لي عمليه, طب اعمل لي, طب اديني دواء, طب انظم السكر, كل ده has no effect at all. حد عنده proliferative diabetic retinopathy new vessels he should receive pan retinal photocoagulation. حتى new vessels دي اللي على الديسك دي طبعا I will never hit it by laser, الليزر ما يجيش ناحيه الديسك خالص, فالهدف مش مطارده النيو فيسلز وحرقها, لا خالص, ده احنا بنعمل للبريفري كوترايزيشن بالليزر عشان يقلل الفازوفورماتيف فاكتور, يقوم ايه يحصل ريجريشن والسايكل اللي ناتج عنها النيو فيسلز تتقطع. دي بقى حالات دايابيتيك ماكيولار ايديما جامده جدا, مالتي فوكال ليكج او ديفيوز ليكج ماكيولوباثي بنسميها, ودايابيتيك ماكيولار ايديما هي دي الحالات اللي دلوقتي في الوقت الحالي بنعمل لها على طول انتي فيجيف انجكشنز. بنعملها ازاي بقى؟ بنعمل انجكشن, بنعمل او سي تي ونقيس الثيكنس بتاعها, وبعدين نعمل الانجكشن, وبعد شهر ونص نقيس تاني, لقيناها بتتغير بتقل نقوم حقنين تاني, بعد شهر ونص لقيناها بتقل نحقن تالت, لغايه ما نحصل على اتنين او سي تي شبه بعض, نوقف ونتابع العيان. يعني مثلا افرض انا النهارده لقيتها 400 مايكرو, رحت حاقن له بقت 300, لو لقيت اللي بعدها 300 يبقى الانجكشنز خلاص ما بقتش افكتيف, لو لقيتها بتقل بقت 250 احقن, فضلت بقى 200 200 200 يبقى خلاص كده ايه نوقف حقن. عشان كده في ناس بتاخد حقنتين ثلاثة وفي ناس بتاخد 10 حقن. وطبعا الانترافيتريال انجكشن ده سهل, تكنيكالي سهل, يعني احنا بنحقن الماده دي جوه الفيتريس, بندخل جوه الجلوب اندر لوكال اور جنرال انستيزيا وبتتحقن, ومفيش منها مشكله غير زي ما انتم شفتوا كده ان انت مدخل سرنجه جوه العين فممكن تعمل انفكشن, ونسبته زي اي انترافيتريال انجكشن, نفس الفكره يعني. انما الماده نفسها اللي بنحقنها ما هياش توكسيك. كنا زمان بنحقن ايه بقى؟ كنا بنحقن ستيرويدز, وليها جود افكت على الدايابيتيك ماكلر ايديما بس مش سبيسيفيك زي الانتي فيجن. الانترا فيتريال انجكشن ملوش دعوه خالص بالنيو فيسلز. الانترا فيتريال انجكشن اوف انتي فيجن بيقلل الماكيولار ايديما بس, انما اللي بيقلل النيو فيسلز البي ار بي. يبقى هحور سؤالك اخليه, ليه ما نعملش في النون بروليفيريتيف دايابيتيك ريتينوباثي مش ماكيولوباثي بي ار بي تحوطا ان هو ما يجيلوش بروليفيريتيف؟ مش كده؟ مش ده السؤال؟ واحد عنده يا دوب بدايه انيوريزمز وهارد اكزيتس وشويه دوت اند بلوت هيموريدج او عامل له بي ار بي, نموت له الريتنا بتاعته ليه وهي ما عملتش كده, وممكن تقعد سنين من غير ما تعمل كده,
وبعدين احنا ماشيين تابع حاجه اسمها انترناشونال جايد لاينز، في دراسات على الاف العيانين اللي هما بقى بيعملوا بروتوكولات، يقول لك هنعمل على دول البروتوكول اللي انت بتقوله والتانيين دول البروتوكول الفلاني، ان احنا لا لازم نستنى لما يحصل. لقينا ان النتيجه هنا احسن من اللي انت عايز تعمله، واللي انت عايز تعمله ريسكي على الفاضي مثلا. فالكلام الجايد لاينز اللي احنا بنقوله ده كلام مجرب ولا يحتمل اختراعات، فاهمين ازاي؟ الماكيلوباثي في الماكلة والريتينوباثي في بقية الريتنا. لا، الريتينوباثي هيكون في الماكلة وبره وهنا 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 وهيمروجز بره الاركيدز، انما الديابيتك ماكلر ايديما في الماكلة بس. ونعدي السليت لامب نلاقيه ثيكند، ونعمل او سي تي نلاقي الماكلة ثيكند. طبعا ممكن جدا يكون واحد عنده بروليفراتيف ديابيتك ريتينوباثي وفي نفس الوقت ماكيلوباثي، طبعا غالبا كده يعني احتمال كده كبير. تمام. بالظبط زميلتكم بتقول لي لو واحد ما عندوش بروليفراتيف ديابيتك ريتينوباثي، عنده نون بروليفراتيف مايلد نون بروليفراتيف ديابيتك ريتينوباثي بس عنده في الماكلة ماكلر ايديما، يبقى ده هنعمل له انترافيترال انجكشنز وما نعملوش بي ار بي دلوقتي، يمكن فيما بعد نحتاج نعمله، انما دلوقتي لا. هي لها يعني تيبل كده لازم نمشي عليه، ما بنعملش كل اللي عندنا احتياطي، والا اي عيان عنده 40 سنه نقول تعالى نعمل لك لينز اكستراكشن لان ده يحميك من ان يجي لك كاتراكت، مش كده؟ ما فيش حاجه اسمها كده. او نقطع رجل الراجل نقول له احسن تعمل حادثه بعدين ورجلك تبوظ فاحنا نقطعها لك من دلوقتي. ماكيولار هول خدتوها في المحاضره؟ ماكيولار هول خدتوا حاجه اسمها ماكيولار هول في المحاضره؟ قالها كلمه يعني كح كده راح قال ماكيولار هول خلاص. ماكيولار هول الايديوباثيك ماكيولار هولز اللي هي من غير سبب، مش هاي مايوبيا ولا حاجه، انما التانيين هنقول الكلام ده. بس يعني ايه؟ اصل الطلبه بيستنتجوا من عمق الكلام في المحاضره ان ده مهم او لا. في حين مثلا ان غالبا محاضره الكورنيا مثلا ما بيتقالش فيها الديتيلز بتاعت الكومبليكيشن في الكورنيا اصلا. فالطلبه بياخدوا انطباع انها مش مهمه وهي في منتهى الاهميه. فممكن الاجزاء اللي المحاضر يقولها بسرعه لان الوقت ازف وعايز يمشي بسرعه وخلاص بس، واللي وضع الامتحان ما عندوش فكره خالص عن السيناريو ده، هو بيتعامل مع الماده كماده، مش هيروح يقول له بقى هو بعد المحاضره يقول له على فكره انا قلت ماكيولار هول، خلي بالك مش هيعمل كده خالص. فهمتوا؟ مفيش كونكشن بين المحاضره وبين اللي بيحط الامتحان. النقطه دي ارجو انها تكون واضحه، يعني ما تاخدوش من عينين المحاضرين ان ده مهم وده مش مهم وكده. بليز. له علاقه بس بنستخدمه في السب ريتينال كورويدال نيوفاسكولار ميمبرينز اللي هي الويت تايب اوف ايج ريليتد ماكيولار ديجنريشنز، انما مش بنستخدمه للان في دي والان في اي. واضح؟ مش سامعك. لأن الـ PRP is an effective treatment for NVD و NVE من غير ما نعمل أي injection. إنما إحنا بنستخدمه إمتى؟ للـ New Vessels الـ Anti-VEGF. لما يكون الـ New Vessels دي في الكورويد حاجة اسمها Choroidal Neovascular Membranes
اللي هي الويت تايب اوف ايج ريليتد ماكيولار ديجنريشن. دي ملهاش حل غير ان احنا نعمل انجكشن. انما بروليفراتيف دايابيتيك ريتينوباثي ويز ان في دي اند ان في اي وي دونت انجكت وي ليزر وي دو ليزر تريتمنت. واضحه؟ وارجوكم محدش يقترح افكار في النقطه دي في الامتحان. قصدي يعني احنا بنقترح مع بعض ماشي، يعني لو عايز تعالجها بالبسطرمه انا موافق يعني، انما في الامتحان دونت سجست، ما تعيش في دور احمد زويل والكلام ده ارجوكم. ها يعني انت في الامتحان ملتزم ب تيتشنج اجابات معينه لازم تقولها. يعني مثلا من ضمن المدارس في علاج الاكيوت انجل كلوجر جلوكوما قلت لبعضكم ان احنا وي كان بريك ذا اتاك باي اتروبين. يعني هي وهي في الميد دايليتد بوزيشن في زنقه، انهم احنا موسعينها اكتر. لو قلت كده في الامتحان هتسقط، لان ده مش الكلاسيكال تيتشنج، دي افكار كده ماشي. فما بالك بقى لو انت بتقترح حاجه ما حدش اتكلم فيها قبل كده وانت بتقولها من الهوا، تبقى مشكله كبيره. الصوره دي الدياجرامز اللي على اليمين دي تفهمك على طول انواع الريتينال ديتاتشمنت، which is a very important subject. الريتينال ديتاتشمنت مهمه جدا جدا جدا. ثلاث صور اللي فوق بعض دول، اول صوره فوق فيها قطع في الريتينال، ودايما الناس اللي بيحصل لهم قطع في الريتينا دول بيكونوا هاي مايوبس، عندهم areas of degenerative changes في الكورويد والريتينا. الحقيقه هو في حوالي 12 نوع من الكوريو ريتينال ديجنريشنز، سته تقريبا منهم liable to break وسته لا. حتى بالاماره احنا لو لقينا واحد عنده degenerative myopia في العينتين وعنده history of retinal detachment في العينتين، او عنده family history، او بيلعب ملاكمه وخايفين على العين دي، ولقينا عنده نوع من الديجنريشن اللي لايبل تو بريك، بنعمل له بروفيلاكتيك ليزر تريتمنت حوالين الاريا دي كلها، عشان حتى لو حصل فيها بريك والفلويد دخل فيها داز نوت سبريد، فما يعملوش ديتاتشمنت. فالناس دول مهم ان احنا نسكان دم ونعرف مين اللايبل ومين اللي مش لايبل يحصل له قطع. المهم حصل قطع، والقطع ده باللاتيني يعني ريجما، عشان كده بنسميها primary او rigmatogenous retinal detachment. طبعا هي في ناس بقى بتارجيو وتقول لك لا ده مش detachment، ده retinal separation، لان الريتنا مش كلها بتبعد عن الكرويد، ده التسعه الجوانين بيبعدوا عن النمره 10، انما الاسم موجود اللي هو retinal detachment for any case. طبعا انتوا عارفين في الاكسوداتيف اللي هو ناتج عن كرويد الماس او كرويد الافيوجن كل ال10 بيتزقوا مش كده؟ فدي فعلا retinal detachment فعلا. انما لما يحصل قطع في الانر 9 لايرز وينفصلوا عن العشره، فانا اقول لك لا ده اسمه ريتينال سيبريشن، الريتنا بتتقسم. بس لا، ما بنسميهاش ريتينال سيبريشن، بنسميها ريتينال ديتاتشمنت. اشهر سبب اللي هو البرايمري اللي هو نمره واحد اللي هو الريجماتوجينس، التانيين بقى دول سكندري، يا اما باي بولينج يا اما باي بوشينج. باي بولينج يعني الملايه اللي على السرير اللي قلت لكم عليه، ان انت تشد الريتنا طبعا بفعل فايبراستيشن. ايه اللي يجيب فايبراستيشن في الفيتريس كده؟ ايه الاسباب؟ بوستيريور لينز ديسلوكيشن، بس انا ما كنتش منتظر انك تقولي دي اول حاجه. لا لا لا، في فن في الاجابه، لابد المهم يتقال الاول. ايه اهم سبب؟ بروليفراتيف دايابيتيك ريتينوباثي، فيتريس تراكشن على الريتنا، ده نمره واحد. نمره اثنين، انترا اوكيولار تروما فورين بودي او ستابنج انجري، وعملت لنا فايبرس تيشو تراك في الفيتريس، دي بعد ما تورجنايز ممكن تشد الريتم. مظبوط؟ ممكن بعض انواع من اليوفيتس وهكذا. طيب النوع الثاني باي بوشينج. طبعا بوشينج منين بقى؟ من الكورويد، يا اما ماس زي مثلا برايمري اور ميتاستاسايزنج كورويدال تيومرز مثلا. هي ما بنقولش عليها مالجنت ميلانوما، هي بنقول عليها ميلانوما على طول، بدل ما قلتي ميلانوما يبقى هي مالجنت. كرويدال ميلانوما برايمري او ميتاستاسيز من حاجه ثانيه، كانسر بريست وعمل ميتاستاسيز في الكرويد والكرويد سوولن فزق الريتن، او كرويدال افيوجن، او لو تفتكروا قلنا حاجه زي كده في اول المحاضره، حد فاكر؟ حاجه بترفع الكرويد كده والريتن، حاجة قلناها النهاردة من ساعة ونص كده.
كنت انا اعمل كده. وانتوا مش راضيين تتكلموا. فاكرين التوكسيميا اوف بريجنسي؟ هايبرتنسيف ريتينوباثي اللي فيها اكيوميليشن اوف فلويد كتير حتى بالاغاره كان بيأكيوميليت حوالين الديسك ويعمل لنا بابليديما. ده من اسباب البابليديما على فكره. ولما بيأكيوميليت تحت الريتنا بيعمل لنا كورويدال افيوجن ويعمل لنا ريتنا اتاتشمنت سكندري باي بوشنج. ف وحتى بالاغاره قلنا علاجه ايه؟ تنظيم البلاد بريشر اللي قد يتطلب فعلا ترمينيشن اوف بريجنسي. طيب هنتكلم بقى على انت عندك الفولت عالي شويه بتخض منه. خليني ايه ده عادي يعني مواده كده. اتفضلي سيدي. انا قلت ان اي اكيوميليشن اوف فلويد في الكورويد هيعلي الكورويد ويزق الريتنا فيعمل لنا ريتنال ديتاتشمنت اسمه سكندري مش كده؟ احد اسباب الكورويدال افيوجن از توكسيميا اوف بريجننسي هايبرتنسيف ريتينوباثي اوف اكيوت هايبرتنشن بيعمل لنا فلويد اكيوميليشن حوالين الديسك ويعمل لنا بابليديما وتحت الكورويد ويعمل لنا ريتينال ديتاتشمنت. لما ترجعي للهايبرتنسيف ريتينوباثي هتلاقي الحكايه دي مكتوبه. انا بقول لكم كده عشان لما يجي حد يسالك في اسباب البابليديما يو شود انكلود ذس. ولما يجي حد يسالك في اسباب الريتينال ديتاتشمنت يو شود انكلود ذس. فاهمين ازاي؟ يعني لما اسالك في البابليديما خدتوا البابليديما ولا لا؟ يعني احد اسباب البابليديما مثلا انترا اوكيولار كوزس انترا اوربيتال كوزس انترا كرينيال كوزس سيستميك كوزس. ايه هي السيستميك؟ هايبرتنشن. تبص تلاقي العيان بقى ده بقى كلام مهم. العيان اللي بيحصل له ريتينال تير او ريتينال بريك ما حدش يقول ريتينال تير بليز يعني تير يعني دموع هي نفس السبيلنج تي اي تي اي اي ار بس تير يعني دموع لما تير يعني اب. فريتينال تير او ريتينال بريك ايه سببه؟ واحد عنده هاي مايوبيا ريتينا بتاعته ضعيفه اصلا يتخبط. اعرف واحد كان مراته هاي مايوب وجالها ريتينال ديتاتشمنت قبل كده بسبب الهاي مايوبيا. كان بيتعمد يضربها بالبوكس في عينها. يعني شوف الشر قد ايه والحيوانيه قد ايه. هو عارف ان دي نقطه ضعف فيها يقوم عينها الثانيه بطقطق بوكاس في وشها في عينها. حاجه يعني شيء غريب جدا يعني. يبقوا بقى واخدين حاجات وزرعوا كيلو موزه مش عارف. عايزين نعرف ايه شكوى العيان اللي عنده ريتينال تير. لما يحصل ريتينال تير الريتينا فيها ريسبتورز ذات كان اونلي سنس لايت. دي دونت فيل بين، دي دونت فيل تاتش، دي دونت فيل تمبريتشر. خليكم معايا خليكم معايا انتوا الاثنين. دي دونت فيل انيثينج اكسبت لايت. فلما يحصل قطع بيبقى شكله كده عامل زي الهورشو تير. لما يحصل قطع الريتنا بترسبوند كان العيان شايف فلاشات. شوف فلاشز اوف لايت دي اول اف في السيمتومز فلاشز. نمره اثنين لو في بلاد فيسل اكروس التير ده والبلاد فيسل ده اتقطع it will trickle two or three drops of blood ويقوموا في الفيتريس يقوموا يبانوا على هيئه فلوترز. دي تاني اف فلوترز اللي هي ماسكا فوليتنس. لما يجي طبعا ماسكا فوليتنس ليها اسباب كتير مش كل واحد عنده ماسكا فوليتنس عنده ريتينال تير مش كده؟ اي حاجه بتتشاف على انها بتتحرك قدامك نتيجه فيتريس تربيدتي بنسميها ماسكا فوليتنس. لو عيان سالني في التليفون قال لي انا عندي ذبابه طايره بقول له بقى لها قد ايه؟ هيقول لي بقى لها سنه ومش بتروح وبتاع اقول له ايه؟ يبقى تعالى لي العياده. انما لو قال لي انا امبارح كنت كويس جدا اتخبطت براسي في العربيه وانا داخل النهارده الصبح لقيت فلاشات وشفت حاجه بتتحرك كده اقول له جري على المستشفى. ليه؟ تير. لو قلت تير تاني هخنقك.
ده انا لحقتك قبل ما حد يقول وقلت باللي يقول تير يبقى ظالم مش كده؟ اقول له روح على المستشفى جري عشان التير ده فرصه ذهبيه سريعه لعلاجه بمنتهى البساطه في 3 دقائق هنعمل ليزر ارجو الليزر حوالين التير وهو في مكانه ات ويل سيل هيعمل لنا ادهيجنز بين الريتنا والكرويد في الحتت اللي حواليه يقوم حتى الفلويد لو دخل في التير ويجي يتسرسب كده تحت الريتنا ما يعرفش يرفعها من مكانها لانها متمسمره داير داير بالليزر ده خلاص فاهم يعني متمسمره مسامير يعني جميل طيب لو هو اصل فكره الليزر ايه يا اخوانا ان هو بيعدي على اللايرز كلها زي ما قلت لكم وبعدين يروح على الار بي اي ويحرقها بيبقى تيكن باي ذا ار بي اي مظبوط لو استنيت بقى انت سيادتك لما الريتنا اترفعت من مكانها بقت بالمنظر ده وبقى في ريتنال ديتاتشمنت وجيت تعمل الليزر الار بي اي بقى ورا الريتنا اللي ديتاتشت في بينهم تربت جريش فلويد كده يجي الليزر يعدي ما يعلمش نقول عليه ما بيعلمش يعني ما بيوصلش للار بي اي فمحتاج بقى عمليه كبيره عشان نلحمها بالكرايو وهقول لكم دلوقتي بنعمل ايه انما فرصتك الذهبيه لو في ريتنال تير انك تعمل له سيلينج باي فوتوكوجيليشن على طول ايميديتلي حلو يبقى قلنا اول 2 اف فلاشز فلوترز لو استنيت بقى لما حصل اليفيشن اوف ذا ريتنا دي طبعا الماكيولار هول اللي مدوره لتحت لو استنينا وحصل ديتاتشمنت زي المنظر ده كده يبقى طبعا الحته من الريتنا اللي ديتاتشد هتبقى نون ريسبتيف فلو اللايت جه عليها مش هيستيميليت فيحصل كيرتن بقى حاجه اسمها فيلد ديفكت دي تالت اف فيلد ديفكت يعني انا لو عندي ابر ديتاتشمنت هيحصل لي لوور فيلد ديفكت لو عندي نيزل ديتاتشمنت هيحصل لي تمبورال فيلد ديفكت والعين كاركترستيك اللي يقول لك في ستاره يا دكتور في ستاره بتتحرك كده امبارح كانت كده النهارده زادت بكره زادت بعد اسبوع مالت كله ما بقتش شايف دي معناها ان في فلويد عمال يبروباجيت سبريد امال ايه ربع اف بقى فيلير اوف فيجن مظبوط لو الماكيولا دي تاتش شايفين الصوره اللي فوق على الشمال دي اللي هي دي كده بتاع ده انتهى دي الماكيولا ستيل اتاتش هنا الماكيولا از دي تاتش فدي ماكيولا اون ودي ماكيولا اوف يعني اذا انت ممكن في ديتاتشمنت في الجنب كده والماكيولا لسه في مكانها تشوف 6 على 6 وفي ديتاتشمنت لكن لو الديتاتشمنت سرح ورفع الماكيولا من مكانها يبدا بقى الفيلير اوف فيجن يبقى فلاشز فلوترز فيل ديفكت فيلير اوف فيجن خلاص 4 اف مقدسين دول ها فايبرز بتاعت ايه اني فايبر في مكان التير طبعا كله هيتقطع فول سيكنس التسعه هيتقطع انما في الحتت الديتاتشد لا هما بس سيبرابل عن نمره 10 انما النير فايبر لاير انتاكت بدليل ان احنا لما بنرجعها بجراحه بيرجع كل حاجه تمام طب من المنطق ده بقى مين اخطر ابر ديتاتشمنت ولا لوور ديتاتشمنت ليه بالجرافيتي يعني احنا لما نكشف على العيان يقول لك انا الحته اللي تحت دي مش شايفها نكشف عليه نلاقي فيه ابر بولس ديتاتشمنت كده فوق وعمال يترجرج كده في فلويد تحته نبقى كاننا قدام قنبله موقوته لان باي ات اني تايم بالجرافيتي ات ويل ديسكت اتس واي وديتاتش الماكيولا على طول وتفرق كتير انما لو لوور ديتاتشمنت ات كان ويت بس طبعا از ماتش از بوسيبل العلاج لازم يكون سريع جدا كان زمان كانوا بيسالونا احنا في الدكتوراه دايما سؤال هيستوري فكان يعني مثلا الحكايه دي اتعمل لها ايه سنه 1900 مثلا كان العيان بتاع الديتاتشمنت ده عنده ابر ديتاتشمنت يقوموا مربطينه في سرير بحزامه كده ايديه ورجليه وبطنه وكل حاجه يبقى هو السرير حته واحده وموقفين السرير ده كده راسه تحت ورجليه فوق فبالجرافيتي تقوم الفلويد ده يابزورب ويقل ويقل والريتنا ترجع مكانها يقعد شهر ياكل بقى ويعمل في وكل حاجه في وهو في الوضع ده بعد الشهر يفكوا الحزامه وينزل تاني يوم يجي له ريكارنس اوف ديتاتشمنت على طول طبعا لان التير لسه مفتوح مش كده؟ هم معتمدين بقى ان يحصل فايبروزز باي اني مينز يعني مش عارف كانوا بيفكروا ازاي الحقيقه. انما طبعا الاسينشال تريتمنت ان انت يو هاف تو سيل ذيس تير
يتقفل. لو كان تير لوحده بنعمل له ليزر، انما لو كان معاه ديتاتشمنت ات شود بي سيرجيكالي تريتد. هنقول دلوقتي العمليه عباره عن طبعا الريتنا بيبقى شكلها شايفين ده مرعب، ده الابر بولس ديتاتشمنت ده مرعب، الفلويد ده فجاه ممكن ينزل على ده. الريتنا بتبقى تبص على الفندس تلاقي البريك او مالتيبل بريكس حسب، وتلاقي الريتنا ويفي عامله هفهافه كده زي الستاره الخفيفه كده تحتها فلويد، فمع العيان بيحرك عينه يمين وشمال تبص تلاقيها عماله تعوم كده وبيبقى لونها جريش. ليه؟ مش لون الريد بتاع الريد ريفلكس. هنا بقى احد اسباب الجراي ريفلكس، لان الفلويد التربد اللي تحت الريتنا مداري الكرويدال فاسكليتشر، فعشان كده باينه جراي مش ريد. في انتيرير سيجمنت ساينز اوف ريتنال ديتاتشمنت ولا هي بس ريتنا؟ يعني طبعا اول ما تبص بالافتالموسكوب هتعرفها على طول، في بريك وريتنا ويفي وموبايل والفيسلز ماشيه مع الكيرفتشر اوف ذا ويفي ريتنا وفريلي موبايل لان تحتها فلويد. انما هل في انتيريور سيجمنت ساينز؟ في هايبوتوني، واحد اسباب الهايبوتوني الميكانيزمز ان بيقول لك الفلويد اللي داخل تحت الريتنا بريك بيابزورب بسرعه ثرو ذا كورويدال سيركيليشن، فالدرينج اوف فلويدز من العين بطريقه اعلى فالبريشر بيقل. فعلا في البرايمري ريتنال اتاتشمنت الحالات دي بتبقى فيها هايبوتوني. في كمان حاجه اسمها توباكو داست ساين، شويه سيلز ورا اللينز في الانتيريور فيتريس، وبيقال ان دي ار بي اي سيلز هربانه من التير ورا وعايمه في الفيتريس وجت في ظهر اللينز، حاجه اسمها توباكو ساين. مكتوبه في الكتاب، انتوا مش ذاكرتوها ولا لا؟ مش مكتوبه؟ اكيد. طب البيوبل لو في ماسيف ريتينال اتاتشمنت قلناها الحكايه دي في الاول، هيبقى عندك افرنت بيوبيلري ديفكت، لكن طبعا توسع بقى البيوبل وتبص على الفندس هتبان على طول. لو عندك بارير مضايق الفيجن ما انتش شايف، عندك مثلا كاتراكت وفي وراه ديتاتشمنت، هتعمل بي سكان الترا ساوند وفيري كاركترستيك، هتلاقي فولد هنا وفولد تاني هنا، واحد هنا واحد هنا، والاثنين اتاتشد عند الاوبتيك ديسك، ده الاوبتيك نيرف شادو، والاثنين لازم يكونوا اتاتشد عند الاوبتيك ديسك، وادي ريتنا وادي ريتنا، ده على طول دايجنوستيك اوف ريتنال ديتاتشمنت فعلا. يعني اذا انا لو بعمل عمليه كاتراكت لواحد والفيجن بتاعه مش قد كده، مش ماشي مع الكاتراكت، وعنده افرنت بيبلر ديفكت والبيوبل مش بيرياكت لللايت كويس، وعنده هايبوتوني، وعنده هيستوري اوف تروما قبل كده، وكان هاي مايوب لابس نظاره تخينه كده، وعنده باد بروجكشن اوف لايت، او ما اعمل له الترا ساوند الاقي ريتنال ديتاتشمنت، او ما اقول له انا شاكك ان الريتنا بتاعتك فيها كده، مش شاكك انا كده متاكد، والعمليه اللي هنعملها عشان نشوف الريتنا نعمل لها حاجه ثانيه، لان انت لو ما قلتلوش كده ممكن يتهمك ان انت سبب الديتاتشمنت، فمهم قوي تشخيص حاجه زي كده قبل ما نعمل عمليه الكاتراكت. طيب هنعمل ايه بقى؟ ايه العلاج يعني؟ ده طبعا ادفانسد كيسز اوف كرونيك ريتنال ديتاتشمنت بيحصل لهم انترا ريتنال سيستس وديماركيشن لاينز، مش مهم الكلام ده. ادي تير لوحده ومعمول له 3 اور 4 روز اوف فوتوكاجريشن حواليه، زي ما انتم شايفين في الاول بيبقى لونه بيج زي ما اتفقنا، بعد كده بيبقى في ليزر ماركس لونها اسود، بس كده التير ده سيلد تماما. صحيح الحته دي مخرومه اهي فعلا، بس لو الفلويد دخل هنا يجي بقى يمشي ما يعرفش لانه اتسد عليه الطريق، وعلاجه سهل خالص. بس دي حته تافهه جدا مقارنه ببقيه الريتنا، يعني لو عملت ليزر كده للتير ده العين هيشتكي لمده كام اسبوع من بوزيتيف سكوتوما، هيقول لك انا شايف كويس جدا بس في حته هنا سودا كده مش شايف منها. حلو، بعد كده لما يحصل لها اتروفي ويادابت عليها تتحول الى نيجاتيف سكوتوما، هي دازنت كومبلين اوف ات. عارفين الفرق بين بوزيتيف ونيجاتيف سكوتوما مش كده؟ فبعد كده هينجلكت الحته دي ولا كانها موجوده، فايت داز نوت افكت هيز فيجن ات اول. انت كده يو سيفد ذا ريست اوف ذا ريتنا مش كده؟ جه سؤال مره
give an account on blind spot. Physiological blind spot. لا هو مش الاوبتيك ديسك. هو what is representative of the optic disc in the field. لو جالك سؤال كده هترد تقول ايه؟ ايه هي الفيسيولوجيكال بلايند سبوت؟ هترد تقولي it's a physiological يعني normal موجودة فينا كلنا negative absolute سكتول مش كده؟ negative يعني العين مش بيشتكي منها محدش فينا بيشتكي من عنده بلايند سبوت نمرة اثنين absolute يعني مهما زودت الانتنسي of the stimulus على الاوبتيك ديسك it does not respond لان ما فيهاش photoreceptors اصلا مش بس كده هوصفها بقى اوفل vertically oval موجودة بين 10 و 20 degrees في السنترال فيلد ومش متوزعة equally above and below the midline الجزء اللي تحت اكبر شوية من الجزء اللي فوق وموجودة فين temporal ولا nasal to the fixation point temporal طبعا لان الاوبتيك ديسك شخصيا نيزل فهي اكيد ايه temporal ودي طبعا physiological والnegative absolute scotoma اللي جاوب كده خد فول مارك اللي قاعد يضيع وقت في الاستغراب من ندالة السؤال خد زيرو يعني سؤال ما جاش قبل كده اه ماشي ما جاش قبل كده خالص وغريب هتقعد تفتح بقك وازاي يطعني في ظهري بالخنجر وازاي سألني كده يبقى انت بتضيع وقت خليك حرك وجاوب من المعلومات اللي عندك ممكن تاخد فول مارك بمنتهى البساطة طيب لقينا بقى خليكم معايا بقى خليكم معايا لقينا واحد عنده ديتاتشمنت والليزر ما ينفعلوش خلاص احنا مدخلين اوضه العمليات بنج كلي وعايزين نلزق ال خليكم معايا خليكم معايا كفايه كلام كفايه كلام كفايه عايزين نلحم الريتنا اللي سيبريتد عن بقيتها معاها مع الكرويد كل ده عايزين نلحمهم في بعض انت لو عندك ورقتين كده وعايز تلزقهم في بعض وحطيت صمغ هنا وصمغ هنا وهم بعاد كده عن بعض عمرهم ما هيلزقوا بعض مش كده فانت محتاج تقربهم وفي نفس الوقت تعمل كرايو من بره عشان الكرايو ده هيعمل اسيبتيك نيكروزس ويعمل لنا كوريوريتينال ادهيجنز حوالين التير ده بس مش كفايه لازم تقربهم من بعض ولازم يفضلوا لازقين في بعض اتليست اسبوعين عشان يعملوا بيرمننت ادهيجنز بينهم الكرايو معروف هنعمله ازاي هنلبس اندايركت اوفثالموسكوب ونمسك العدسه كده ونندنت السكليرا من بره ونفضل محركين الكرايو بروب ده لغايه ما نلاقيه راح زائق الحته اللي فيها تير بالظبط ساعتها نقوم متكيين على الرجل بتاعه الجهاز يقوم عامل ايس بول مجمده التير ده تبص تلاقي حته بيضت كده حواليه نعمل كذا ابلكيشن خلاص انت عملت ايه الكرايو بس لو سبت ايدك هيرجع كما كنت ده بعيد عن ده فالاجراء اللي بعد كده ان انت تقرب الاثنين من بعض عندنا ثلاث طرق للتقريب نفضي السبريتينال فلويد او ده الكرايو طبعا ده الكرايو اللي احنا بنعمله على مكان التير اللي هو ده نفضي السبريتينال فلويد يعني ندخل بابره عند مكان الفلويد ونفضي الدرين يو درين ذس فلويد فطبعا يقربوا من بعض تحقن جوه العين جاس بابل او اكسبانسايل جاس او اير يقوم يعمل حاجه اسمها جاس تامبونيت من بره تاندنت السكليرا بيرمننتلي تعمل حاجه اسمها سكليرال باكلي تحط سبونج مصنوع من السيليكون زي دي كده او زي دي ونعمل عليها غرز كده من بره بحيث انها تتفسها لجوه طبعا كلكم هتردوا على طول ان انت بوظت الحته دي وزدت زقها لجوه وكلام من مش كده مش انت عايز تقول كده يا شيخ انا مش عارفك انت صعبان عليك الحته دي صح ولا لا اكيد طبعا عندك تعاطف مع الجزئين اقول لها مش مهم خالص لان دي حته في البريفري العين يمكن مش هياخد باله منها خالص انما انت عملت اندنتيشن للسكليرا في الحته دي وعملت حقن من جوه وفضيت سبريتين الفلويد فلزقوا على بعض يقوم الكرايو اللي انت عملته يبقى ايه افكتيف ويلزقهم في بعض طبعا الانترافيتريال جاسز دي حسب بقى مكان التير يعني لو عندي upper tear وعايز اسنده اقول للعيان خليك قاعد لمده اسبوعين عشان الجاس بابل تفلوت وتسند التير فوق
انما لو كان عنده lower tear ما ينفعش، هياخد position ازاي؟ لو عنده macular hole وعايز احط له air bubble او gas bubble تسندها هيعمل ايه؟ ينام ازاي؟ ينام على وشه. فاهم؟ لو نام على ظهره الاير هيروح قدام وكمان هيلمس اللينز ويعمل له كاتراكت، فلازم ينام على وشه وهكذا. يعني حسب التير فين على حسب ما بنعمل الانستراكشنز اللي بعد حقن الجاز ده. ادي امثله على الباكل، شايفين الباكل بتشتغل ازاي؟ اهي دي حته مدفوسه كده من السكليره لجوه وبغرز، بنحط عليها غرز من فوقيها ونربطها عشان تفضل مدفوسه لجوه. لا مش بنشيلها الا لو عملت مشاكل، عملت جرانيولوما، عملت انفلاميشن، انما ممكن نسيبها كده طول العمر ما يجراش اي حاجه. دي برده تامبونيت بجاز بابل. الصوره اللي فوق على اليمين دي اكشوال فوتو من عمليه، والحته اللي محطوطه دي سيليكون باكل محطوطه ومحطوط عليها غرز، وفي حزام لو شفته في حاجه اسمها سيليكون باند. لو عندك مالتيبل تيرز هتقعد تباكل هنا وهنا وهنا، لا فبنعمل انسيركلينج باند تقوم تقفل تقرب السكليره من جوه. تعمل ايه في الريفراكشن بتاع العيان؟ دي عطسه يعني تعتبر عطسه؟ انا اقول عليها صرخ متالم مثلا، انا مش عطسه. لو حزمنا العين كده بحزام وقربنا عليها كده والعين عملت اور جلاس ديفورميتي هيحصل مايوبيا، وهو اصلا مايوب مش ناقص، يعني هو مثلا ماينس 16 هيبقى ماينس 20 مثلا، فاهمين ازاي؟ كل ملي طول في الاجزا اللينث يعمل 3 دايوبترز مش كده؟ لو عملنا انسيركلينج باند حوالين العين، العين الكورنيا هنا والريتنا هنا، لو عملنا انسيركلينج باند كده العين هتبوظ كده قدام وورا فهتطول، هيبقى في مور مايوبيا مش كده؟ وهي اصلا مايوبيا. عشان هو بيأفكت البريفري فمش مأثر في الفيجن، شيله مع الفايبروزس اللي في السكار تيشو بتاع العمليه هيبقى مور دامجنج عن تركه. الحاجه الوحيده اللي بنشيلها لما يعمل لنا حاجه زي الابسس كده جرانيوليشن تيشو جرانيولوما بنضطر نفتح ونشيلها واحنا متضررين يعني. انسيركلينج باند لما يكون في مالتيبل تيرز او جاينت بريكس نعمل انسيركلينج باند، انما لوكالايز تير في حته واحده بنعمل لها لوكال باكل. ساعات يعني نعمل مالتيبل سمول تيرز انسيركلينج باند، وفي واحد كبير هنا نقوم عاملين له باكل. تختلف. انا مش عايز تعرفوا تفاصيل يعني، بس الاساسيات. ها ماكيولار هول بالذات بتبقى في 99% من الحالات مش مسؤولة عن الديتاتشمنت. يعني لو لقيت ديتاتشمنت محترم كده وماكيولار هول، غالبا الماكيولار هول ملهاش ذنب. غالبا في تير. فدور على التير ده وكويه. انما الماكيولار هول نفسها لو لوحدها من غير ديتاتشمنت ما بنعملهاش طبعا كرايو، بنعمل لها جاز تمبوريدو بس. وهو بيسندها كده يلزق بس من غير كرايو. طبعا اللي فوق ده دي مش تافهه ولا حاجه، ده فيتريس، ده الصوره اللي فوق اللي الازرق ده جاي. الفيتريس ده از نوت ا فلويد، اتس ا جل، يعني وي كات ات باي سيزرز، فاهمين ازاي؟ يعني فيتريس حاجه زي الجيلي كده وبنقصها مش بننشفها، مش زي الايكوس. الريفراكتيف اندكس بتاعه 1.33 زيه زي الايكوس. امتى نعمل فيتريكتومي في حالات الديتاتشمنت؟ امتى؟ اولا لو كان تراكشنال ريتينال ديتاتشمنت طبعا. طيب امتى في الريجماتوجينس ريتينال ديتاتشمنت نعمل فيتريكتومي برضو؟ برضو لو في مالتيبل بريكس، لان بيبقى في اليمنت اوف تراكشن على الايدجز اوف ذيس تيرز او جاينت بريك، كل دي حاجات بتخلينا نعمل فيتريكتومي. طب في حاجات نعمل فيها فيتريكتومي اوتسايد ذا سبجكت اوف ريتينال ديتاتشمنت؟ مظبوط مظبوط. او في البارس بلانا لينزكتومي مظبوط. ايه تاني؟ دايابيتك، دايابيتك فيتريس هيموريج لو الميديكال تريتمنت مش نافع. ايه تاني؟ اندوفلينايتس في اولها مظبوط.
احنا بنعمل intravitreal injection of antibiotics. لو الحالة أسوأ من كده بنعمل vitrectomy وبناخد اللي طلعناه من الفيتريكتومي نعمل له كالتشر عشان نتأكد من الأورجانيزم. كل دي indications of vitrectomy هتلاقوها في الكتاب. ادي عيان معمول له encircling band. شوفوا بقى يعني ايه، مش مهم خالص البريفري ده كله indented كده، لكن الحتة السنترال سيفت، وده مكان الكرايو من جوه حتة بيضة كده. الرياكشن بتاع الكرايو عامل بياض كده في الكرويد والريتم. طبعا اللي فوق على اليمين ده النوع الثاني من الديتاتشمنت اللي هو سكندري بس باي بولينج. ملاحظين انتوا فيه مالتيبل فيتريس باندز فايبروزس بتشد على الفيتريس بتشد على الريتنا. وما اللي تحت ده ايه؟ اولا انتوا ملاحظين ان هو على ليفل غير ده، يعني ده في مكانه لكن ده عالي مش كده؟ وده يبين لك بقى بال 3 دي دايركت اوفثالموسكوب او بالسليت لاب يبان عادي خالص، يبان واضح يعني. الحته دي عاليه بس فيها حاجه مش موجوده في اللي احنا شفناها قبل كده، اتس نوت ويفي مش كده؟ ما فيهاش ويفز، ما فيهاش تير، كونفكس دوم شيبت مش كده؟ ده بقى سكندري باي بوشنج، دي كورويدال ميلانوما وزقه الريتنا، فده ديتاتشمنت سكندري ديتاتشمنت باي بوشنج. اللي فوق باي بولينج. وايه الفرق في الشكل بقى بين الثلاثه وبعض؟ في البرايمري الريتنا از اليفيتد فريلي موبايل ويفي وفي تير، ده لازم يكون كده. السكندري باي بولينج اللي هي اللي فوق دي الديتاتشمنت بيبقى كونكيف، كانك بقول لك شادد ملايه من نص السرير كده لفوق، فاطرافها فيها كونكافيتي ومفيش تير. والريتنا موبايل ولا فيكسد؟ في منتهى الفيكسد مش كده؟ فيكسد على الاخر مشدوده كده. طب التالت بقى اللي هو باي بوشنج ده مش ويفي وهيكون موبايل او فيكسد على حسب اللي تحتيه فلويد ولا ماس مش كده؟ بس اتليست ما فيهوش ويفز وطبعا ما فيهوش تير. خلاص؟ ساعات بقى في حاجه اسمها كومبايند، يعني مثلا تراكشنال ريتينال ديتاتشمنت في واحد دايابيتك من كتر الشد تقوم عامله قطع فنسميه كومبايند ريجماتوجينس اند تراكشنال، بس ده فيري رير. لا في طبعا الابر ريتنا هي عامله كونكافيتي، ابر ريتنا مشدوده. الحته دي ريتنا مشدوده كده، هي مشدوده ناحيه الفيتريكس يعني. الايج ريليتد ماكيولار ديجنريشن هنقول عليها كلمتين بس، اللي هو ان في دراي تايب وفي ويت تايب. الدراي تايب ده طبعا هي زمان كنا بنسميها سينايل ماكيولار ديجنريشن، لكن لما لقوها بقى في اعمار مختلفه فقالوا عليها ايج ريليتد، يعني مع السن بتزيد. وفي ناس بتحصل لها ناس لا طبعا. الدراي تايب بيبقى شكله كده، شايفين اللي فوق على الشمال دي نقط صفراء شبه مين؟ اسمها دروزن. دروزن دي كلمه جمع كلمه دروز. دروزن دي عباره عن لايكوفوسين ماتيريال في البروكس ممبرين وبتحصل بسبب الايج، وبتعمل يلو سبوتس كده شبه ايه؟ لو شفت صوره زي كده، الصوره دي ساعات بتيجي في الامتحان شبه الهارد ايجز. طب ايه اللي ينقذني بقى؟ يعني ايه اللي يخليني ما اتلخبطش بينها وبين الهارد ايجز؟ متمركزه دي عجبتني جدا وهنقك عليها، هي فعلا بس مش هقول متمركزه، هقول ليميتد او ريستريكتد مش كده؟ لان متمركزه ممكن تبقى متمركزه بس اكستنسيف، فهي متمركزه يعني معناها داير حوالين حاجه معينه، فانا هقول انها ريستريكتد تو ذا بوستيريور بول، يعني الاركيدز ما بتخرجش براها بعكس الدايابيتيك ريتينوباثي كانت في اي حته مش كده؟ نمره اثنين ما عهاش الشرط بتاع الدايابيتيك ريتينوباثي في هيمورج خالص، وهي ليجنز كده شبه بعضها قد بعضها كلها متوزعه بانتظام شديد في منطقه الماكيلا، فدي طبعا دروزن اللي هي دراي تايب اوف ايج ريليتد ماكيولار ديجنريشن. ملهاش علاج، بندي بس ماجنيفايرز لو فيجن ايدز عشان تخلي الصوره اكبر شويه،
لكن no treatment. النوع الأخطر اللي هو الويت تايب اللي هو بيبقى فيه subretinal choroidal neovascular membrane. حتى العينين بتوع يعني في الكرويد بيطلع neovascular membrane عمال يزيد، هو ده اللي بيستفيد من الانجكشن، نديله أنتي فيجافي يعمل له ريجريشن. احنا بنخاف ساعات دراي تايب يتحول لويت تايب، نقوم ندي للعيانين ورقه مرسوم عليها المربعات دي اسمها امسلر جريد، ونقول له كل يوم الصبح غطي عينك الثانيه وبص بعينك دي على السنتر اوف ذا جريد وقول لي هل في حته ميسنج، هل في حته ديستورتد، ده يشككني على طول ان في تحت الريتنا حاجه تتحرك، يبقى ده ويت تايب ويمكن في نيوفاسكولار ممبرين محتاج فلوريسين انجيوغرافي واو سي تي وبعدين نعمل له انجكشن. انما لو فضل بالدراي تايب وي دونت دو اني ثينج. ما تعرفوش اكتر من كده عن الايج ريليتد ماكيولار ديجنريشن. دراي تايب دروزن ماتيريال في بروكس ممبرين، والثانيه ويت تايب بيبقى فيها كورويدال نيوفاسكولار ممبرين وبنعمل لها انجكشن اوف انتي فيجن. مين شطور بقى هيقول لي ايه ده؟ كله. سكوتوما دي العيان بيقول انا شايف سكوتوما، انما ده انا شايفه في فندس كده. ما تفكر شويه فعلا، يعني مش لازم تجاوب على طول، يعني ممكن تاخد مثلا 35 ثانيه تفكر. ممكن لو صراحه طبعا الفندس مختلف، طبعا حالات مختلفه. فين هي عندي مش كده؟ فيها باوتشنج لورا كده. وايه تاني؟ مظبوط، تمبرال كريسنت اهو، وده تيدرويد فندس، وده فوكس سبوت. ايه بقى دول؟ ديجنراتيف مايوبيا. ديجنراتيف مايوبيا مش كده؟ تيدرويد فندس حتت هايبر بيجمنتد وحتت هايبو بيجمنتد، تمبرال كريسنت جنب الديسك، بوستيريور ستافيلوما، فوكس سبوت عباره عن هايبر بليزيا او ار بي او كرويدال نيوفاسكولار ممبرين تحت الفوفيا. فكل دي علامات للديجنراتيف مايوبيا. ده فوكس سبوت، فوكس سبوت اللي هي هنا في الماكلة، حتت هايبر بيجمنتد. هي كان زمان بيقولوا عليها هيموريج، انما هي الحقيقه ار بي هايبر بليزيا. ودي تمبرال كريسنت نتيجه الشد، وده تيجرويد فندس. فندس مزركش كده، حتت غامقه وحتت فاتحه. سكليرا باينه. وده طبعا بوستيريور سافيلوما. سهل مش كده؟ لما يجي سؤال complications of degenerative myopia وتقول ان هو ممكن يعمل نوعين من السكويد، مش مظبوط الكلام ده. هو هيبقى معاه سودو سترابيزمس، كان عينه داخله لجوه لان الكورنيا لايت ريفلكس تمبورال، انما ذيس از نوت ا سكويد. انما لو ده الوضع اللي بيشوف بيه، انما لو جاله سكويد هتبقى من نوع طبعا ايه؟ الاكسو. فوكس سبوت دي كانوا زمان بيقولوا عليها هيموريدج تحت الماكيولا، انما ثبت انها عباره عن ار بي اي هايبر بليزيا. وساعات يحصل تحتها كورويدال نيوفاسكولار ممبرين، ونكتشفه برضه بالاو سي تي والفلوريسين ونعمل له برضه انجكشن. كلكم عارفين بقى ده ايه؟ ريتينايتس بيجمنتوزا فعلا، سبايدر لايك هايبر بيجمنتد ار بي اي في البريفري، نايت بلايندنس، تيوبولار فيلد في الاخر، نو تريتمنت. لا لا خالص، مفيش الاسود ده، عامل زي السبايدرز، النجوم السوداء دي مش موجوده في الثانيه خالص. بص دي ما فيهاش كده خالص، حتى لو في واحده شبهها هتبقى واحده هنا بس، انما الثانيه الريتنا كلها مليانه. مش سامعك، بس لو هتعلي صوتك شويه تبقى لطيفه قوي. الاولى اللي هي دي ماشي.
patterns of retinitis pigmentosa. ده في حاجه كمان اسمها retinitis pigmentosa sin pigmento، يعني ما فيهاش pigmentation اصلا، وبنكتشفها بالاي ار جي. بس طبعا مش عليكم الكلام ده، انما الصوره اللي هتيجي هتبقى تيبيكال حاجه زي كده، بس زي دي صوره واضحه خالص. بس ممكن بقى يكون معاها الاوبتيك ديسك بيل. لو لقيتي retinitis pigmentosa والاوبتيك ديسك لونه باهت خالص، يبقى ده ايه؟ consecutive optic atrophy. consecutive optic atrophy. هوريكم صور الاوبتيك اتروفي دلوقتي. سيستويد سنترال سيروس ريتينوباثي ما خدتوهاش طبعا اكيد. سنترال سيروس ريتينوباثي بتاعت الاستريس والمذاكره والحاجات دي. مش حاطينها احنا في الكتاب حتى يعني. ماشي. هوريكم بس الصور السريعه للاوبتيك نيرف عشان لما تاخدوا المحاضره هتلاقوها سهله خالص. ده طبعا الاوبتيك ديسك وده النيورال ريم وده القاع. والاوبتيك نيرف له انترا اوكيولار بارت، انترا كرانيال، انترا اوربيتال بارت، انترا كاناليكولار وانترا كرانيال بارتس. الصوره عشان سعد اداها لكم اكيد في الاول مش كده؟ الفيجوال باث واي والكلام ده. انتوا ليه مش بتهزوا راسكم ان انتوا حصل كده فعلا؟ لا انتوا مفترين طبعا. مش هقول تفاصيل بقى، انما عندنا انتيتي اسمها سولن اوبتيك ديسك. يعني اوبتيك ديسك مش محدد كده سولن. قد يكون يونيلاترال ومعاه ديمينيوشن اوف فيجن، ده بنسميه بابيلايتس، يعني انفلاميشن اوف ذا اوبتيك ديسك بابيلا. وقد يكون يعني مثلا حاله زي كده، العين اليمين نورمال اوبتيك ديسك، العين الشمال سوولن ديسك وإليفيتد وتربت في انفلاماتوري اكزودتس قدامه، انفلاماتوري سيلز، ومعاه افرنت بابيلا ديفكت وديمينيوشن اوف فيجن. فده طبعا ليفت اوبتيك نيورايتس او اوبتيك بابيلايتس. ايه الفرق بينه وبين البابيليديما؟ البابيليديما بتبقى السويلنج اعلى، يعني سويلنج اكتر. شايفين سويلنج قد ايه؟ جامد جدا. حتى يقول لك في الكتاب ايه؟ ده 3 دايوبتر وده 6 دايوبتر، او ده 6 وده 9. يعني ايه؟ يعني العدسات اللي بتستخدمها بالاوفثالموسكوب عشان تفوكس على الساميت اوف ذا ديسك محتاج تحط بلس لينزز اعلى، معناها انه اعلى يعني. ها؟ السودو بابيليديما دي لما يكون واحد عنده هايبر متروبيا والديسك قريب منك فيبان بيلمع كده كانه سولن، بس هو مش سولن. لا مش هيجي لك في الامتحان سودو بابيليديما ابدا. اهو ركزوا في الاربع صور دول وارجو تصوروهم، الاربع صور دول مهمين. دول اربع انواع للاوبتيك اتروفي. اربع انواع للاوبتيك اتروفي، هم اربعه. النوع ده ساهل وانتوا عارفينه، اللي فوق تحت على الشمال ده. مظبوط، جلوكوبتس. عرفتي منين؟ الكاب كبير مش كده؟ ده 0.8 او 0.9 كاب. النوع ده برضه ساهل. الصورة اللي تحت على اليمين دي. أولاً أوبتيك أتروفي ولا مش أتروفي؟ الديسك لونه مش طبيعي خالص مش كده؟ طيب consecutive، برافو عليك، او ascending لان الريتنا فيها massive disease. قد يكون central retinal artery occlusion، قد يكون retinitis pigmentosa، اي حاجه، بس في الاخر nerve fibers retrograde كده حصل لها atrophy عند الاوبتيك ديسك، فده بنسميه consecutive optic atrophy. النوع اللي فوق على الشمال التشوكي وايت، وما تنسوش كلمه تشوكي وايت، is primary optic atrophy. very well demarcated edges choky white، وده بنسميه primary او descending. الليجن بيبقى ورا الجلوب في البرين او قبل الكيازما او في الاوربت. تيومر مثلا ضغط على الاوبتيك نيرف في الاوربت وحصل descending atrophy، فيبان الديسك choky white و very well circumscribed. كلمة descending و ascending اظن سهلة. ascending يعني retinal disease وعمل لنا consecutive، descending يعني ديزيز ورا الجلوب وعامل لنا ديسندنج اتروفي. امال ايه الديزيز اللي عند الديسك شخصيا بقى اللي بيعمل فيه اتروفي؟ بابيلايتس او بابيليديما، اللي هو الصوره اللي فوق على اليمين. الادجز irregular لان اصلا البابيلايتس والبابيليديما بيعملوا irregular edges ولونه بيل، فده بنسميه سكندري اوبتيك اتروفي. سكندري يعني اثنين، يعني هو سكندري طبعا نتيجه حاجتين اللي هم البابيلايتس او البابيليديما، ومن شكله ما تقدرش تعرف بقى ان هو
سكندري للبابيلايتس ولا للبابيليتي. يعني مثلا الحالات دي كلها برايمري اوبتيك ابسس فيهاش كلام, تشوكي وايت فيري ويل سيركمسكرايب. لا الجلوكوماتس في نيورال ريم مش حواليه, ده جزء منه في ريم برتقاني اللي هي النيرف فايبرز, انما التاني بصوا ما فيهوش خالص نيورال ريم, كله عباره عن اتروفيك ديسك. التاني بيبقى فيه باوينج وكابينج وبيبقى بارز لبره, انما ده لا اون ذا فلات. ايه المنظر ده؟ ليوكوكوريا ريتينوبلاستوما until proved otherwise. هل حد ممكن يقول على الحالات دي كاتراكت؟ لا يمكن, لان اهو ليجن ورا اللينز وفي فيسلز وبتاع دي ريتنا والعين بتضوي. الحالات دي متحضره فور انكليشن. ايه البريكوشن اللي نعمله واحنا بنعمل انكليشن للحالات دي؟ في بريكوشن. انتوا مش خدتوا ريتينوبلاستوما؟ خدتوا الانترا اوكلر تيومرز دكتور سعيد جمعه ده؟ معروف ان ريتينوبلاستوما بتسبريد along the optic nerve. لازم نشيل as much as possible من الاوبتيك نيرف كسيفتي مارجن, يعني نشد الجلوب كده لبره ونقصين بمنتهى العمق الاوبتيك نيرف. ومش بس كده, ده احنا بنعمل بايوبسي اون تيبل فروزن سكشن عشان نتاكد ان الاند اوف ذا اوبتيك نيرف ما فيهاش سيلز, ما فيهاش تيومر سيلز. لو لقينا يبقى معناه ان في سبريد للبرين. كل دي ريتينوبلاستوما كيسز. اخر حاجه الفيجوال باس واي, وعايز انبهكم لنقطه مهمه. الفيجوال باس واي اللي هو اللي انتوا عارفينه كلكم, الفايبرز بتاعه الاوبتيك نيرف النيزل قبل ما تكروس للناحيه الثانيه بتطلع لقدام سنه, تعمل حاجه اسمها anterior knee of Willebrand. يعني الاوبتيك نير فايبرز مش بتمشي من النيزل وتنزل على طول, لا بتطلع سنه كده وترجع تاني. ده يتطلب ايه بقى؟ ده معناه ايه؟ معناه كده لو حصل ليجن في الاوبتيك نيرف هنا, ليجن ده قد يكون تروما او تيومر او واتيفر, البوزيشن نمبر 1 هيقطع لنا الاوبتيك نيرف بتاع العين الشمال كاملا, فهيطلع لنا الديفكت في العين اليمين. العين الشمال راحت خالص واليمين كلها سليمه تماما, اللي هو الفيلد نمره 1 اللي طلع على بتاع الفوق. طب لو حصل كات في الاوبتيك نيرف بس قرب الكياثما, يبقى العين دي برده راحت وكمان طالها النيزل فايبرز بتاعت العين الثانيه. فعشان كده هيحصل ان العين الشمال كلها هتروح واليمين نصها التمبورال هيروح. طبعا الاسود ده معناه انه ضايع, الابيض هو اللي بيشوف. طب لو حصل نمره 3 اللي هو في نص الكيازما, يبقى انت قطعت النيزل فايبرز من هنا ومن هنا, يبقى يحصل لك باي تمبورال هيميانوبيا اهو اللي هو نمره 3. طب لو عملت مايكرو انيوريزم في السيركل اوف ويلس, ضغط على الكيازما من بره, يبقى انت بتقطع التمبورال فايبرز, يبقى عندك باي نيزل هيميانوبيا. بعد كده بقى من هنا وراجع كله زي بعضه, يعمل لنا كونترالاترال هومونيمس هيميانوبيا, مش كده؟ كونجروس يعني ايه؟ انتوا خدتوا الكلام ده ولا خدتوش؟ كونجروس يعني ايدنتيكال, يعني شبه بعض. كل ما رجعنا لورا بالليجن بتاعنا كل ما كان الديفكت في الفيلد سيمتريكال, واخدين بالكم؟ لان الفايبرز بتقرب من بعضها. انما بقى اخر حته اللي هي ان لو في التمبورال لوب او في البارايتال لوب, تمبورال تحت يبقى يعمل لنا ابر كوادرانتانوبيا, والبارايتال فوق يبقى يعمل لنا لور كوادرانتانوبيا. كوادرانتانوبيا يعني ربع, اللي هي بنسميها باي ان ذا سكاي او باي اون ذا فلور. باي يعني كانت فطيره, العيال بيبص كده وهو بص قدامه كده يقول لك في حاجه سودا هنا, دي باي ان ذا سكاي. يقول لك في حاجه سودا على الارض, يبقى دي هي. الحقيقه مش شرط تكون كوادرانتانوبيا بالظبط, ده ساعات تلت, ساعات تلتين
فاهمين؟ كل ما الليجن كبر كل ما يدستروي مور فايبر مور فايبرز اند سو اون. واخر حاجه طبعا اللي هي الماكيولر سبيرنج، لو فيه في الاوكسيبيتال لوب يبقى ماكيولر سبيرنج عشان لارج ريبريزنتيشن اريا ودبل بلاد سبلاي. يعني ده فيلد اهو، صوره فيلد. طبعا ده اوتوميتد بيريمتري، الحته اللي على الشمال هنا سيف والحته اللي على اليمين كلها نصها رايح وهنا كذلك. يبقى ده هوموني بس هنا اوكي كونترالاترال. ما دام الفيلد ديفكت يمين يمين يبقى الليجن شمال. يعني لو جالي برين تيومر هنا يبقى الفيلد ديفكت شمال شمال.